الشعب يريد إسقاط النظام، هتاف كان يملأ ميادين مصر منذ 12 عاما حتى قرر المخلوع الراحل مبارك أن يواجهه على طريقته الخاصة. جمال وبغال وخيل وحمير يقودها مجموعة من البلطجية مدفوعين من مبارك ورجاله، يحميهم المجلس العسكري، يسمح لهم بالمرور من مسبيرو وحتى دخولهم ميدان التحرير فيما عرف آنذاك بموقعة الجمل. كأي نظام استبدادي قرر مبارك مواجهة الشعب الثائر على طريقة كفار قريش. يهتف المصريون برحيله فيقتحم ميدان التحرير بالجمال. يكتب المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بتنحيه عن السلطة، فيرسل إليهم بالخيل والبغال والحمير لا ليركبوها ولكن لتقتلهم وتنهي اعتصامهم. في مثل هذا اليوم انتصر الشعب المصري على نظام مبارك وحيواناته في موقعة الجمل، وكانت نقطة تحول لكسر حاجز الخوف ومشاركة ملايين المصريين وتوافدهم من كافة المحافظات إلى ميدان التحرير، حتى تنحى مبارك بعدها بأيام. 2 فبراير عام 2011، يوم من أيام التاريخ سيبقى شاهدا على صمود المصريين وغباء الأنظمة الاستبدادية التي ورث منها نظام السيسي مواجهة الشعب بعقلية الخيل والجمال والحمير. السلام عليكم، أهلا بكم. آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين، ونبدأها بالعناوين. بلومبرج: وتيرة التضخم ترجح رفعا جديدا للفائدة في مصر ب200 نقطة. الحكومة تعيد تخطيط أحياء بوسط البلد وكورنيش المعادي ودار السلام، ومعماري يحذر من إعادة إحلال السكان. ومشاورات مصرية فرنسية حول قضية سد النهضة، وموضوعات إفريقية أخرى. أفضل أقول الكلام ده كتير، لكن زي ما تعودتوا دايما الأخبار الأجنبية موجودة في آخر كلام. بلومبرج بتتكلم في تقرير نشر النهاردة الصبح عن وتيرة التضخم المرتفعة بترجح رفع جديد للفائدة في مصر بمقدار 200 نقطة. التفاصيل اقتصادية نوعا ما، لكن بلومبرج شايفة انه هيكون للقرار ده اثار لسه مش عارفين سلبية او ايجابية. الزيادة المحتملة في اسعار الوقود فضلا عن التضخم الذي ما يزال يتخذ مسارا صاعدا بجانب سعر الصرف المرن للدولار أمام الجنيه، هو جزء من اتفاق الحكومة الأخير مع صندوق النقد. بلومبرج بتقول إيه؟ كل العوامل اللي فاتت دي بترجح إن البنك المركزي هيواصل سياسة التشديد، وهيتجه لزيادة الفائدة مجددا ب 200 نقطة أساس في اجتماع فبراير الجاري، بحسب إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي في شركة الأهلي فاروس المالية. بتنقل وكالة بلومبرج تصريح آخر لخبيرة اقتصادية أخرى. لا ده الخبر الثاني. طيب خليني أقرأ من الورق قبل ما نرجع للخبر الثاني. الخبر أو بلومبرج بتنقل عن منى بدير الخبيرة الاقتصادية، بتقول متوقع أن البنك المركزي هيرفع أسعار الفايدة ب 200 نقطة أساس ونحو 100 نقطة أساس أخرى حتى نهاية 2023. الله، طب ما هو موجود يا جماعة، ليه كده بس؟ وهو ما يأتي على خلفية التوقعات بأن يبلغ التضخم ذروته في الربع الأول من العام عند 24.7 في المتوسط بضغط من تحرير سعر الصرف. يعني إيه الكلام ده؟ ليه بنقول الخبر ده؟ عشان آخر سطرين هنا بلومبرج بتقول نقلا عن الأستاذة منى بدير أن التضخم هيزيد بعد رفع سعر الفايدة بمقدار 200 نقطة أساس. إحنا دلوقتي التضخم عندنا 21.7، هنوصل ل 24.7. طبعا ده الرقم الحكومي. اوعى تنسى أن الأسبوع اللي فات ستيف هانكي خبير الاقتصاد وأستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز قال لآخر كلام هنا في تصريحات حصرية أنه التضخم بمعياره هو الأوسع والأشمل من معيار الحكومة المصرية بلغ 101%. ويوم عرض الحلقة كان ستيف هانكي عامل تويتر على حسابه على تويتر قايل أن بحسابه الجديد أصبح التضخم في مصر 102%. الرقم الرسمي الخبراء هنا بيقولوا أنه هيوصل ل 24.7. فبناء عليه كده لو ضربنا الرقم ده في 5 فيمكن بتصنيف هانكي يوصل التضخم ل 110%، وده هينقل مصر لمرتبة متقدمة جدا في أكثر الدول اللي عندها تضخم على مستوى العالم، وهو بالتأكيد ليه أثار سلبية كتير جدا على الأسعار وعلى حضرتك بشكل مباشر. نسيب التضخم وبلومبرج ونروح للحكومة المصرية.
اللي بتعمل مشروعات جميلة جدا أو هكذا تدعي، يعني أن الحكومة بتعيد تخطيط أحياء بوسط البلد وكورنيش المعادي ودار السلام ومعماري يحذر من إعادة إحلال السكان. طب يا جماعة لو الحكومة بتشيل العشوائيات وبتعيد تخطيط أحياء بوسط البلد، الله أنت جايب خبر كويس عن الحكومة يا أسامة، هو جايب إنجازات الحكومة. تعالوا نقرأ الخبر واحدة واحدة وهسيب لك الحكم في الآخر. بيان من رئاسة الوزراء بيقول أن المجلس الأعلى للتخطيط العمراني قرر خلال اجتماعه أمس إعلان إعادة تخطيط عدد من المناطق. زي نركز بقى في المناطق دي، أنا مشيت تقريبا في معظمها وقعدت في أماكن كتير منها، واللي بيتفرجوا عليا عارفين الأماكن دي كويس. فين بقى؟ كورنيش النيل في حي الساحل بمحافظة القاهرة، ميدان رمسيس، السبتية، كوبري الليمون، كورنيش النيل في المعادي، دار السلام وأثر النبي، المنطقة المحصورة ما بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو، خط مونوريل غرب القاهرة في محافظة الجيزة، منطقة حي السلام في مدينة أبورديس بجنوب سيناء. نقف هنا شوية. الناس اللي ساكنة في الأماكن دي دلوقتي وبتتفرج عليا، أو الناس اللي تعرف حد ساكن في الأماكن دي وبتتفرج عليا، مبروك. الحكومة قررت تعمل إيه؟ تعيد تخطيط هذه الأحياء. يعني إيه؟ يعني بالبلدي كده الحكومة هتمشيكم من المكان ده عشان عايزة تورنشه وتزبطه. معرفش هتبيعه ولا لأ، معرفش هتجيب مستثمر من برة ولا إيه. متعودتوش إن إحنا بنقول أخبار مبالغ فيها أو أخبار كاذبة، لكن القصة فيها إن القصة فيها مشاكل، في بعض المخاوف عشان نكون يعني دقيقين زي ما عودناك. وتعالوا نشوف المعماري اللي مدى مصر سألته عن القصة دي بيقول إيه وبيشتغل فين. المفروض إن هو أستاذ تقريبا في الجامعة الأمريكية. تعالوا نشوف كده. طيب مؤمن الحسيني ده باحث عمراني أستاذ هندسة معمارية في الجامعة الأمريكية في القاهرة، بيقول إيه؟ شكل تلك المناطق عقب إعادة تخطيطها لا يمكن تخيله حاليا. مش هنقدر نتخيل الحتة بتاعت رمسيس والسبتية وبشتيل والكلام ده هتبقى عاملة ازاي، وذلك لعدم الإعلان التفصيلي للهدف من وراء إعادة التخطيط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لما تيجي تعمل إعادة تخطيط عمراني هتعمل لي الماكيت الرئيسي اللي انت هتعمله، الشكل النهائي عامل ازاي، انت عايز ايه اصلا من القصة، هتعمل ايه في السكان الموجودين، الخط الزمني بتاعك، فيما يعرف باسم ايه؟ دراسة الجدوى. أنا آسف يا أستاذ مؤمن أو يا دكتور مؤمن، البلد ما فيهاش دراسات جدوى. أنا آسف لحضرتك. ليه؟ لأن رئيس الدولة مش بيعترف بدراسات الجدوى. رئيس الدولة لو عمل دراسات جدوى يا أستاذ مؤمن أو يا دكتور مؤمن، الحقيقة مش هنعرف نعمل 25% من المشروعات اللي احنا عملناها. كمان بيقول الدكتور مؤمن إيه كمان؟ بيقول في الوقت نفسه بيرى أن بناء على تاريخ مصر مع فكرة إعادة التخطيط العمراني هنجد أنه أقرب للتجديد العمراني مش التخطيط العمراني، وفي فرق كبير قوي بين الاثنين. لو تفتكروا أنا عملت حلقة مع دكتور علي أبو المجد أستاذ تخطيط عمراني في جامعة حمد، واتكلمنا على الفرق ما بين التخطيط العمراني والتجديد العمراني اللي النظام بيعمله واللي بيشمل إعادة إحلال السكان الأفقر. أهو الشرح بقى الخطير عن الموضوع ده، إنه اللي بيحصل هو عبارة عن إعادة إحلال السكان الأفقر من مناطق يمكن استغلالها اقتصاديا على نحو يدر أرباح على الدولة، في حال طرحت أمام مين؟ أمام طبقات اجتماعية أعلى، وهو أمر يتضح أكثر بطبيعة الحال في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية. يعني إيه؟ يعني أنا بعمل إحلال سكان، حضرتك فقير ساكن في رمسيس في السبتية في عند كوبري الليمون، أنا هاخدك أشيلك من هنا واخد البيت بتاعك الأرض بتاعتك المكان بتاعك أبيعه لطبقة غنية، الطبقة دي مصرية معاها فلوس أو إماراتية جاية تستثمر أو صينية جاية تستحوذ أو أيا كان، ده اسمه تجديد عمراني مش تخطيط عمراني. تخطيط عمراني يعني أنا باخد الناس أوديهم مكان في خدمات وفي مدارس وفي كل حاجة، وبالتالي الناس عملت لها تخطيط عمراني للمكان، لكن اللي بيحصل إن أنا بحل سكان مكان سكان، بجيب مستثمرين مكان الفقراء. طب الفقراء يحصل فيهم إيه؟ هو ده السؤال المهم اللي بيرجعنا الحقيقة الحلقة من كام يوم اللي كان فيها نائب في البرلمان مقدم طلب إحاطة، بيقول يا جماعة الخير اللي بيحصل ده ما ينفعش لأن أنتم مش بتدوا تعويضات لما بتنزعوا الملكية. هل القصة بتاعت النائب بتنطبق على الحالة دي؟ الحقيقة الموضوع محتاج متابعة. لكن نكمل مع الدكتور مؤمن الحسيني، بيقول أنا بحذر من إعادة تخطيط واسع النطاق لمناطق إيه؟ تعالوا نشوف كده. رمسيس، كوبري الليمون، السبتية. ليه بقى؟ لأن ده مشكلة تانية غير الإحلال السكاني، ده بيصطدم بالتراث المعماري المميز للكثير من مباني المنطقة، خاصة أن بعضها قد يرقى لأن يعتبر أثر. عندنا بعض البيوت في الأماكن دي
بتعتبر أثر تاريخي حتى لو الحكومة أو الدولة لم تضفي عليه هذه الصفة، مشيرا إلى أن تلك المنطقة عموما أسست كمنطقة مخططة، لكن لا يمكن إنكار وجود ممارسات عمرانية غير رسمية فيها أدت في بعض الأحيان لسد بعض الحواري. هنا الراجل بيتكلم عن الواقع الموجود أنه المنطقة دي مش أحسن حاجة، أكيد في ممارسات مش مقبولة أو غير رسمية وسدت بعض الحواري. إلى أي مدى الحكومة تتعامل مع ده بشكل كويس؟ الحقيقة ده اللي هنعرفه في الأيام الجاية. نروح للخبر الثالث وهو عن سد النهضة الإثيوبي. مصر الحمد لله بتعمل مشاورات، الجولة الثالثة من مشاورات ثنائية بين مصر وفرنسا حول الموضوعات الإفريقية. إيه أهم موضوع أفريقي إحنا بنتكلم مع فرنسا بخصوصه؟ ركزت النقاشات على عدد من القضايا الهامة التي تقع محل اهتمام الجانبين في إطار القارة، وجود حفظ استقرارها، تبادل وجهات النظر، إدارة المياه في إفريقيا، ومناقشة الرؤية المصرية إزاء قضية سد النهضة، المفاوضات الحالية، جمود مع الجانب الإثيوبي. الجانب المصري أكد ما تمثله قضية سد النهضة من أولوية. كل اللي بيحصل الحقيقة في موضوع سد النهضة أنه النظام المصري مرة بيقابل بلينكن فبيقول له والنبي ساعدنا اضغط على إثيوبيا شوية، بعدين بنقابل فرنسا فبنقول لهم الله يخليكوا يا جماعة بس يعني كده حطوا كرامة لصفقتين الرافال والمسترال اللي خدناهم منكم واضغطوا على إثيوبيا شوية. إثيوبيا لا بيضغط عليها ولا بتتوقف ولا أي حاجة خالص، ورايحة للملء الرابع وبتولد كهرباء وبتصدر كهرباء وحاجة آخر عظمة عند أثيوبيا، والنظام المصري لازال متوقف عند والنبي يا جماعة ساعدونا واضغطوا على أثيوبيا. ده السيسي محلف أبي أحمد باللغة العربية في القاهرة إنه مش هيمس أمن المياه في مصر، فليه كده؟ ليه أبي أحمد بيرجع في الحلفان والشنطة فيها كتاب دين وما صحش أبدا اللي انتوا بتعملوه؟ والله صورة تفرح، يعني حاجة جميلة ان الواحد يتصور جنب الرجالة العظام دول. ماتش امبارح الحقيقة ماتش عبقري، ماتش جميل. اولا انا بهني المغرب الشقيق على الافتتاح المبهر، الافتتاح الجميل، حاجة بصراحة تشرف، تليق باسود الاطلس، تليق بالمغرب اللي وصلت مربع الذهبي في كأس العالم كانجاز تاريخي، المرة الاولى افريقيا، للمرة الاولى عربيا، رابع العالم، نجومها دلوقتي كبار الاندية بيتهافتوا للتعاقد معاهم. فالحقيقة البطولة تنظيما، افتتاح في المغرب، ألف تحية للمغرب الشقيق على التنظيم المبهر، وإن شاء الله تكون بطولة ناجحة جدا وفتحة خير على المغرب في استضافة بطولات أكبر وأعمق أفريقيا ودوليا أيضا. لكن نرجع بقى للجمال والعظمة بتاعة النادي الأهلي، 3-0، ماتش جميل جدا، ماتش عظيم، أداء ممتاز. تكتيكيا الجون الثالث بصراحة حكاية تحب تتفرج عليه كده لما تبقى متضايق، الناس اللي بتتذوق كرة يعني، وتشوف الباصات اللي رايحة من الشمال للدفاع للنص، ديانج مع بيرسي تاو مع كهربا والكعب بتاع كهربا في الآخر، الجون بتاع محمد شريف الثاني، شوطة حسين الشحات الأولى، تغريدة بتاعة حساب الرسمي للفيفا وهو حاطط حسين الشحات جنب ميسي ورونالدو وجارث بيل إن هو من الناس اللي جابوا أهداف في أربع بطولات. حسين الشحات جاب أهداف مع نادي الإماراتي قبل كده في كأس العالم للأندية أيضا. فالحقيقة حاجة مبهرة، بداية عظيمة. أنا اتكلمت امبارح عن النادي الأهلي وحكيت ذكرياتي في بطولة 2006، جيل أبو تريكة وبركات ومتعب، لكن الجيل ده بيقول لنا أن احنا إن شاء الله هنروح لأبعد من المركز الثالث. طبعا في عقبة كبيرة في السيمي فاينل، المباراة القادمة مع سياتل مش سهلة، لكن بصراحة بداية جميلة من النادي الأهلي. تعالوا نشوف حساب الفيفا كتب وقال إيه. كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، جاريث بيل وحسين الشحات، أربع لاعبين فقط عبر التاريخ نجحوا في التسجيل في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم للأندية فيفا. نجم الأهلي حفر اسمه في سجلات التاريخ بحروف من ذهب مع احتفال حسين الشحات. حاجة جميلة إنك تشوف نجم من نجوم الأهلي اسمه موجود جنب ميسي ورونالدو وجاريث بيل. تعالوا نشوف تويتر كتب وقال امبارح عن فوز النادي الأهلي. عامر عبد الله المري بيقول حسين الشحات يصبح اول لاعب عربي يسجل لفريقين عربيين مختلفين في كأس العالم للأندية، مع العين الإماراتي امام الترجي ومع الأهلي امام أوكلاند، مع هاشتاجات الأهلي أوكلاند ومنشن لحسين الشحات، وايضا شكرا يا نجم مع صورتين، صورة من احتفال الشحات مع العين وصورة تانية من احتفاله مع النادي الأهلي. تغريدة كمان ليعقوب السعدي بيقول أجمل ما في مواجهة الأهلي الافتتاحية بمونديال الأندية ليس الفوز وإنما الأهلي نفسه. الله على الكلام،
يعني اي واحد اهلاوي هيتبسط من الكلام ده جماعه بصراحه. الروح والشخصيه اللي قادت للثلاثيه اجمل ما في الاهلي الان انه اهلي زمان، الاحمر الذي اعتدناه وعشقناه، سيد الانديه والكره والالوان. طبعا يعني من اعظم الاجيال اللي كانت في الاهلي اللي هو اهلي زمان، اهلي 2006، اهلي مانويل جوزيه ومحمد ابو تريكه. تويتة أخرى من المعلق الرياضي فارس عوض: لم يكن فوز الأهلي المصري سوى فقرة رائعة من حفل الافتتاح، المغرب قدمت افتتاحا مهيبا جميلا يليق بها، الأهلي تفنن صناعة وتسجيلا أفرادا ومجموعة في بطولة يحبها لاعبوه أكثر من غيرهم. والله بالضبط، لعيبة الأهلي بيحبوا كأس العالم للأندية، جمهور الأهلي بيحب كأس العالم للأندية من أيام ما كانت في اليابان وبنزوغ من المدارس والجامعات عشان نروح نتفرج على الأهلي وهو بيلعب. شكرا لفارس عوض، ومرة تانية شكرا للمغرب اللي قدمت افتتاح مهيب جميل يليق بها. كل التحية مرة تانية للمغرب الشقيق. تغريدة أخرى لحساب كأس العالم فيفا: يعرف أو يعرف كأس العالم جيدا، كأس العالم الأندية جيدا، فقد سجل فيه مرتين حسين الشحات يسجل هدفا رائعا للأهلي في شباك أوكلاند سيتي. طيب دي كانت مجموعة من التغريدات واحتفاء تويتر بانتصار النادي الأهلي وتأهله للجولة القادمة. إيه السيناريوهات القادمة؟ إيه الملاحظات الفنية على مباريات الأمس؟ هل الأهلي يقدر يوصل لأبعد من السيمي فاينال؟ يقدر يوصل لأبعد من المركز الثالث؟ خليني أنقل هذه الأسئلة لضيفي اللي بينضم إلي عبر الهاتف، حذيفة حمزة مسؤول القسم الرياضي في عربي بوست. حذيفة أهلا بيك. أهلا بيك أسامة وبكل المشاهدين. طلعت أوت منك، أنت قلت 3-1، هي 3-0 يعني مش كلها طلعت أوت، بس مبدئية أتكلم أنه في 3، أتكلمنا عن الأهلي هيسجل 3، فعلا سجل 3. كنت قلقان شوية من الضربات الثابتة لنادي أوكلاند، لكن الحمد لله محمد الشناوي والدفاع كانوا في الموعد، والفريق كله قدم مباراة خاصة في الشوط الثاني، مباراة من أجمل الأشواط اللي الواحد شافها للأهلي ممكن في العقد الأخير. خلينا سألك عن الجون الثالث يا حذيفة. تفضل. الجون الثالث، هل دي يعني بس حالة نفسية بدنية للفريق، ولا ده تكتيك المدرب الجديد اللي ماسك مهمة تدريب الأهلي دلوقتي؟ الجون الثالث تحديدا هو خلاصة شغل مارسيل كولر مع الجودة العالية بتاعت محترف بقيمة بيرسي تاو. أجزاء كبيرة أو قطاعات ضخمة من جمهور النادي الأهلي عندها مشاكل مع بيرسي تاو وإصاباته، وأنا حابب أبدأ بيرسي تاو عشان ياخد حقه. صحيح. لأنه هو اللي بدأ الهجمة من على الخط، هو اللي نزل وفض نفسه واستلم، هو اللي لاعب الفرقة كلها. طبعا كعب كهربا ولا أجمل، لكن شوف فينش واللمسة الأخيرة بتاعت بيرسي تاو، الحقيقة لمسة جاية من الدوري الإنجليزي، جاية من الدوري الأسباني، لمسة. هو ده اللاعب المحترف اللي لازم يكون، هو ده يعني الرول موديل، هو ده المثال اللي لازم إدارات الأندية في مصر أو النادي الأهلي تحديدا يشتغل عليه وهو بيتعاقد مع لاعب أجنبي، يستحق كل التحية. المباراة بقى كلها فهي لمارسيل كولر، الصراحة شغله بدأ يجيب نتائج ونتائج واضحة. مارسيل كولر في فترته الأولى مع الأهلي أول شهرين ثلاثة هو كان واضح أنه ما يعرفش اللعيبة، كان بيجرب كان بيشوف، لكن بعدين بدأ هو يختار بنفسه. في لعيبة ما كانتش موجودة في الصورة أو ما كانش عليها اعتماد أساسي بالشكل ده بدأت موجودة. الصفقات كمان اللي بيجيبها الراجل، الصفقة بتيجي بتلعب، مفيش كلام بقى عن فترات طويلة من الاندماج والانسجام، لا هو عارف كويس والله أنا عايز مروان عطية يجي يلعب في نص الملعب على طول. هو ده يعني الحقيقة القيمة بتاعت العلم، لأن كرة القدم أصبحت علم، والتخطيط. طيب. وراجل عارف هو عايز إيه، فده كله باني مبارح. مباراة يوم السبت حذيفة مع سياتل، مدرسة كرة مختلفة خالص عن أوكلاند سيتي، أكيد أعلى فنيا، أسرع بدنيا، كرة على الأرض أكتر. شايف مباراة يوم السبت إزاي؟ مباراة يوم السبت إن شاء الله الأهلي هيقدر يعدي منها وهيقدر يفوز بدون معاناة صعبة. فريق سياتل غايب عن الملاعب لأن الدوري الأمريكي واقف من فترة، في نهاية الدوري كمان كان بيعاني معاناة صعبة على مستوى النتائج وعلى مستوى الأداء. هو دلوقتي راجع من الفترة التحضيرية اللي هي بتبقى في الصيف بالنسبة للأندية الأوروبية،
هو دلوقتي لسه راجع منها، ما لعبش مباريات رسميه كبيره، صعب قوي نقول ان هو يخش مباراه في بطوله رسميه مره واحده قدام نادي بقيمه النادي الاهلي. ولازم واحنا بنتكلم عن النادي الاهلي يمكن عشان احنا طول الوقت بنتعامل مع النادي الاهلي، لكن قيمه النادي الاهلي بره سواء في العرب عند العرب او الافارقه او متابعي الكره العالميه قيمه كبيره جدا. مع نادي اهلي في الفورمه دي، مدرب فايق، لعيبه جاهزه، جمهور مغربي يستحق كل التحيه على تشجيعه للنادي الاهلي بالشكل ده، صعب جدا سياتل يعمل حاجه مع النادي الاهلي. واتوقع ان الاهلي برده مش هيسجل اقل من هدفين او خلينا نقول ثلاثه كمان، يعني ايه من باب التفاؤل زي ما حصل الماتش اللي فات. بالنسبه لك مين مان اوف ذا ماتش امبارح؟ هننحي مارسيل كولر، هختار حمدي فتحي، ثم حمدي فتحي. حمدي فتحي الحقيقه لاعب شامل، أداؤه هجوميا ودفاعيا الناس كلها كانت بتشيد بيه دفاعيا، لكن استخدام مارسيل كولر ليه كراس حربة تاني في أنصاف المساحات وإنه يكمل في منطقة الجزاء بالشكل ده وإنه يؤدي بالجودة دي وبالتقنية دي وده ما يأثرش على أدواره الدفاعية، إحنا بنتكلم إنه مصر فيها لاعب خط وسط من طراز فريد من نوعه اسمه حمدي فتحي. وده اتكرر يمكن في ماتش الزمالك حذيفة، الاسيست اللي عمله الكرة اللي واخدها من حسين الشحات والاسيست اللي عمله لكهربا تقريبا برضو نفس الادوار الهجومية. صحيح، هو الثلاث اجوان كلهم جايين من عند حمدي فتحي، سواء تحركاته، سواء هو اللي عمل الباص لمعلول في الجون الثالث، هو اللي عمل الجون بتاع كهربا بتحركه المميز جدا لما قطع في خط ظهر دفاع نادي الزمالك. لكن التحرك ده واضح طبعا انه في النهايه تعليمات مدرب، لكن مدرب قادر يقرا الامكانيات وقادر يوظفها لخدمه الفريق، ولاعيب متفاني بيأدي أكتر بكتير من 100% من اللي عنده، قادر يكتشف نفسه، مستعد يتعلم وهو في سن كبيرة إزاي يأدي أدوار جديدة. هي دي المواصفات بتاعة اللاعب اللي بيمثل روح النادي الأهلي، الجدية والصرامة مع الأداء العالي والتركيز. حمدي فتحي الحقيقة قيمة كبيرة جدا اتظلمت كتير وما خدتش حقها إعلامي. أشكرك جدا حذيفة. حمزة مسؤول القسم الرياضي في عربي بوست، كنت ضيفي عبر الهاتف، وألف مبروك للنادي الأهلي. مطار سفنكس، مطار سفنكس ليه حكاية غريبة شوية، انه عملوه في 2015 وبعدين بمبلغ كبير جدا حوالي 17 مليون دولار تقريبا في الوقت ده، 500 مليون جنيه مصري، وقال لك انه هيشجع السياحة وهيعمل مش عارف كذا وهيخف على مطار القاهرة شوية والكلام ده كله، بعدين كل سنة على مدار الكام سنة اللي فاتوا يقفلوه ويقول لك لا ده احنا نعمل صيانة، ده احنا مش هنشتغل لأصل المطار حصلت فيه مشكلة. يوم 25 فبراير 2020 حصل طلب إحاطة الحقيقة من نائب في البرلمان محمد فؤاد، وقال يا جماعة الخير انتوا كل شوية بتعملوا خطة تطوير مطار سفنكس، وقلتوا هتعملوا مبنى ركاب جديد وساعة استيعابية ب 900 راكب في الساعة، وبعدين مفيش اي حاجة بتحصل، المطار بيتم إغلاقه كل شوية ومحدش بيستفيد منه. طيب ايه اللي حصل امبارح؟ اللي حصل امبارح انه في قرار جديد باغلاق مطار سفنكس. تعالوا نشوف كده التفاصيل عن اغلاق هذا المطار. اغلاق مطار سفنكس الدولي لاجراء بعض اعمال الصيانة، اعلنت شركة اير كايرو انه نظرا لاجراء بعض اعمال الصيانة بمطار سفنكس الدولي، فقد تقرر غلق المطار امام الرحلات الدولية والداخلية في الفترة من 2 فبراير الجاري وحتى 20 فبراير الجاري. طب يا جماعة انتوا المطار ده لسه عاملينه من كام سنة؟ طب ليه؟ طيب طب ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف كده مصراوي، وهي كانت بتنشر ايضا عن خبر لإغلاق هذا المطار في 16 يونيو 2021. إغلاق مطار سفنكس 3 شهور لحين انتهاء أعمال التطوير والتوسعة. إيه القصة؟ قررت سلطات الطيران المدني إغلاق مطار سفنكس الدولي، وقفوا عن العمل لمدة 3 شهور تنتهي بحلول منتصف سبتمبر المقبل. ليه؟ بسبب استمرار عمليات التطوير والتوسعة التي تجري حاليا داخل المطار لزيادة الطاقة الاستيعابية للركاب. مرة ثانية، هو جماعة الفلوس اللي عندنا، الفلوس اللي في مصر ملهاش صاحب؟ يعني انت بتفتح مطار في 2015 تصرف عليه 500 مليون، نص مليار جنيه، وبعدين بعدها بكام سنة تقفله؟ أصلا بنعمل صيانة، بعدين بالسنة اللي بعدها أصلا عندي خطة تطوير، بعدين السنة اللي بعدها لا أصله في مشاكل، بعدين اليوم السابع كانت بتقول حاجة غريبة قوي. تعالوا نفتكرها مع بعض كده عن نفس المطار برضو، نشوف كده خبر اليوم السابع. دراسة حول تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لتطوير وتشغيل مطار سفنكس ده في 1 فبراير 2023 النهاردة،
يعني ايه؟ يعني احنا بنعمل دراسة بيئية لجهاز شؤون البيئة عشان نقيم الاثر البيئي والاجتماعي لمشروع تشغيل وتطوير مطار سفنكس الدولي. المختصون عملوا مراجعة للدراسة بالكامل، مناقشة الاستشاري، وقد تم الحصول على الموافقة البيئية للمشروع بعد بيان محدودية التأثيرات البيئية. هو انت عملت المطار ده في 2015 من غير ما تعمل جهاز شؤون البيئة يعمل تقييم الاثر البيئي؟ طب مين كان صاحب فكرة إنشاء المطار يا جماعة؟ ما هو دي حاجة تجن بصراحة. لما أنت النهاردة بعد 8 سنين تقريبا تيجي تقول لي لا أصلا أنا بعمل تقييم للأثر البيئي، الله، طب أنت لما جيت تعمل المطار في 2015 ما عملتش تقييم للأثر البيئي ليه؟ لا معلش، ما هو أصل ده كان فكرة شخص معين وكان لازم ننفذه على طول. الله، مين الشخص ده؟ تعال نشوف وزير الطيران السابق وهو بيطلعنا على صاحب فكرة إنشاء مطار سفنكس في 2015. وده عشان كده بقول لحضرتك الموقع بتاعه استراتيجي، واسمحيلي ان انا اقول ان كانت بامانة الرؤية كانت بعيدة، وكانت بامانة رؤية الرئيس السيسي اللي هو كان صاحب الفكرة، وهو اللي قال عايزين حاجة تخدم المنطقة دي وفي نفس الوقت يبقى يخفف الضغط عن القاهرة الدولية. الحمد لله، الحمد لله يا جماعة، عرفنا مين صاحب الفكرة، مين اللي عمل مطار سفنكس، مين ده؟ كانت فكرة وتوجيه من الرئيس السيسي. الله، يعني الرئيس السيسي هو اللي عمل صاحب فكرة المطار؟ أيوة. يعني الرئيس السيسي هو اللي ما عملش الأثر البيئي والدراسة؟ تقريبا. يعني الرئيس السيسي عمل صرف نص مليار وكل سنتين بنقفله عشان الصيانة؟ آه. طب انتوا عملتوه ليه؟ أصلها كانت فكرة الرئيس السيسي. هل تتوقع أن احنا نقول له لا يا رئيس؟ هل ده يرضيك؟ يرضيك ان انا كوزير طيران يتم اقالتي وحبسي واروح جنب سامي عنان والضباط اللي في السجن؟ ها، ما يرضكش. يرضيك ان انا اخسر مستقبلي العسكري لاني بقول له يا فندم المطار ده هكس اي كلام ملوش لازمه، اقول له يا فندم ان جهاز الشؤون البيئه ما عملش الدراسه بتاعته؟ هل انت يرضيك؟ انا الحقيقه يرضيني، لانه هي دي بلد، هي الفكره مش الاحتفاظ بمنصبك يا معالي الوزير او اي حد. والكلام للسيسي نفسه، يعني انت حضرتك بتنام تحلم بالليل تصحى تقول ايه ده؟ سفنكس فيها حته فاضيه، اعملوا لي مطار. ايه يا بيه الطريقه الغريبه دي؟ اولا انت شحات مش معاك فلوس، ثانيا بلدك مديونه، ثالثا ما بتعترفش بدراسات الجدوى، رابعا ايه فهمك انت في الطيران والمطارات اصلا عشان تطلب فكره انشاء مطار بقالك 8 سنين بتقفله كل سنه 3 شهور تقريبا، وبعدين بتطلع اليوم السابع تقول الحمد لله الحمد لله، اتبسطوا اطمنوا على البلد يا جماعه، عملنا الدراسه البيئيه وقالوا انه محدود التاثير البيئي. يا نهار اسود، ده انتوا عاملين المطار من 8 سنين، طب الدراسه دي كانت فين؟ اصل فخامه الرئيس ما عملش، ما كانش عنده وقت ان احنا نعمل الدراسه دي الحقيقه. طيب فالخلاصة ايه؟ والله الخلاصة حضرتك ان احنا اسفين، عندنا طلب احاطة جديد خلونا نشوفه على الشاشة كده، متعلق ب او طلب احاطة ده كان في 2020 عن اسباب توسعة مطار سفنكس الدولي. يعني القصة اللي عايز اقولها لك هنا انه على مدار السنين اللي فاتت القصة بدأت بفكرة من عبد الفتاح السيسي فبدأوا ينفذوها، كل سنتين تقريبا بيتعمل طلب إحاطة من نائب شكل، انتوا يا جماعة بتعملوا توسعات ليه؟ طب المطار مش شغال، طب عندنا مشكلة لا تستدعي اهو الرحلات محدودة ولا تستدعي الانفاق على التوسعة، طب انتوا معاكم فلوس مش عارفين تودوها فين؟ طب الراجل اللي بيقول لك انا لو ما عملتش المشروعات دي كنت هظلم الاجيال الجاية، طب حضرتك الفلوس دي اللي بتترمي في الارض وتجربة مطار سفنكس هل ده مش ظلم للاجيال الجاية؟ سيادة المشير الحقيقة نحتاج إجابة، لأن دي قضية إهدار مال عام تحت دعوة فكرة السيد الرئيس. الناس اللي بتتعب أو متضايقة إن إحنا بنتحرك على الفيديو قول معلش، حاولوا تاخدوا أي حباية لأن إحنا نتحرك كتير في الفقرة دي لأنها مهمة. تعالوا نشوف إيه اللي حصل امبارح في مستشفى امبارح في مصر تابعة لجمعية خيرية، حصل فيها حريق وتوفي 3 أطباء صيادلة داخل الصيدلية. أحد الدكاترة اللي حضر هذه الكارثة نشر على صفحته على الفيسبوك تفاصيل اللي حصل، تعالوا نشوف كتب إيه. محمد خيري الكلام اللي قالوا له إنه هو المشهد بس عبارة عن العربيات يعني وهي رايحة. دكتور محمد خيري نعيم بيقول الحمد لله ربنا نجاني من موت محقق، اتكتب لي عمر جديد، المستشفى ولعت من تحت كلها وانا محبوس في الدور الثالث، معايا حالتين في غيبوبه وممرضه وعامله. ربنا يرحم دكتور احمد ودكتور ايمن ودكتور شيماء توفاهم الله في الصيدليه، وربنا يشفي كل المصابين يا رب العالمين. انا الحقيقه اعرف حد بشكل شخصي يعني في الدائره المقربه مني
كان بيشتغل في المستوصف ده من فترة قبل 2013. وأنا زي ما بقولك أنا أعرف القصة دي بشكل شخصي، حد من الدائرة القريبة مني يعني. وكان بيروح المستوصف ده عشان الناس اللي شغالة في وزارة الصحة مرتبات وزارة الصحة ما بتكفيهاش، فبتروح تشتغل في مستشفيات الجمعيات الخيرية عشان تطلع قرشين تقدر تعيش بيهم كويس. فانت مرتبك مش كفاية فبتاخد نبطشيات زيادة، وبعدين بتروح المستوصفات دي عشان تطلع 200-500 ألف ايا كان تقدر تعيش بيهم وتكمل بيهم لاخر الشهر وتلبي احتياجاتك واحتياجات بيتك. ففي دكاترة كتير جدا زي دكتور محمد خيري نعيم وزي الدكاترة الصيادلة اللي ماتوا وزي الدكتور اللي بحكي لكم عنه بيروحوا للمستوصفات الخاصة بتاعت الجمعيات دي عشان يشتغلوا فيها ويطلعوا قرشين. ليه؟ لأنه الرواتب وحشة. تقرير الحقيقة مهم جدا لموقع ميدل إيست آي بيتكلم أو بيحاول يجاوب على سؤال لماذا يستقيل الأطباء في مصر. تعالوا نشوف كده لماذا يستقيل الأطباء في مصر ويتركون المستشفيات. ده تقرير النهاردة امبارح عفوا 1 فبراير بيتكلم عن مشكلة استقالة الأطباء. تعالوا نشوف مع بعض كده بعض الأرقام المهمة جدا عن هجرة الأطباء من مصر. نزيف الجيش الأبيض، تعالوا نشوف الأرقام اللي هتطلع واحدة واحدة كده ونمشي معاها رقم رقم. طيب نبدأ بالرقم ده لأنه أهم رقم. عدد الأطباء المسجلين في النقابة هو 212,853 طبيب. للأسف خرج منهم أو سافر برا مصر من ال 212,000 دول 120,000 طبيب، يعني بنسبة 57%. الناس دول سابوا مصر. ال 120,000 طبيب دول نروح الجهة التانية، فيهم 65,000 طبيب موجودين في السعودية، يعني تقريبا أكتر من النص بحاجة بسيطة. اللي متبقي في مصر بعد استقالات وبعد ناس ثابت الشغلانة وبعد ناس ثابت الطب أصلا حوالي 93,000 طبيب، دول اللي بيعملوا في الحكومة المصرية. طيب الأرقام اللي جاية أرقام مهمة وصادمة أيضا. الاستقالات أخبارها إيه؟ تعالوا نشوف كده بالسنين استقالات الأطباء في مصر عاملة إزاي. سنة 2022 السنة اللي فاتت استقال من وزارة الصحة 4361 طبيب، وده أكبر عدد استقالات في الكادر الطبي على مدار آخر 7 سنين. طيب 2021 استقال من وزارة الصحة 4127 طبيب، وده أيضا كان عدد كبير جدا. خلال 3 سنين بس، خلال 3 سنين بس استقال من وزارة الصحة في مصر 11536 طبيب. آخر 7 سنين في مصر استقال من وزارة الصحة المصرية 21068 طبيب. وبالتالي احنا عندنا أزمة كبيرة كمان بيضاف إليها إنه في 2000 طبيب لم يتلقوا العمل الإلزامي اللي هو التكليف في القطاع الحكومي، وده بيقول لك نسبة الأطباء عندنا في مصر قليلة. عندنا مشاكل في توفير الأطباء في المستشفيات بالتأكيد لأسباب كتير جدا. طيب تعالى كده نستعرض مع بعض ونشوف هو عدد الأطباء لنسبة للمرضى قد إيه في مصر، يعني في دكتور لكم مريض في مصر. تعالوا نشوف النسبة اللي بيحددها البنك الدولي وفقا لألف مريض. طيب أعداد الأطباء لكل 1,000 مواطن. المقارنة الحقيقة اللي احنا عاملينها هنا ليها علاقة بدول النظام كان دايما بيحطها لك كبعبع، بيقول لك احنا مش عايزين نبقى زي سوريا والعراق، مش عايزين نبقى زي ليبيا اللي فيها حرب أهلية، تركيا عندها مشاكل. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف الدول دي أخبارها إيه. سوريا احنا في مصر الأول النسبة بتاعتنا لكل 1,000 طبيب 7/10، في سوريا 1.3/10، في العراق 7/10 زينا، يعني سوريا أعلى مننا والعراق زينا في موضوع عدد الأطباء نسبة لكل 1,000 مريض. ليبيا اللي جنبنا اللي فيها حرب أهلية، ليبيا الوحشة اللي مش عارف إيه 2.1/10، تركيا 1.8/10، الجزائر 1.7/10. يبقى الخلاصة ان احنا عندنا عجز في عدد الاطباء نسبة لكل 1,000 مريض. البيانات دي مصدرها مين؟ مصدرها بيانات البنك الدولي. طيب تعالوا نشوف نسبة الاطباء عندنا للمرضى وفقا للمعدلات العالمية اخبارها ايه، يعني احنا بيننا وبينهم فجوة قد ايه يا جماعة. نشوف كده اللي بعده. طيب أعداد الأطباء في مصر نبدأ مع بعض، قلت لك هتحرك كتير معلش لو بتدوخ ممكن تطفي دلوقتي.
طبيب لكل 1162 مواطن. ده فين؟ في مصر. يبقى احنا عندنا في مصر كل 1162 بني آدم ليهم طبيب واحد فقط. جميل. في معظم بلدان الغرب اللي هي عندها مجاعة دلوقتي وبيقطعوا بعض وعندهم فقر وتضخم وأزمة عالمية، في طبيب لكل 200 فرد. انت واخد بالك من الفرق؟ طبعا المعدل العالمي كام؟ ان المفترض يكون في طبيب لكل 434 فرد او 434 مريض. وبالتالي احنا على مسافة بعيدة جدا ما بين المعدل العالمي، وعلى مسافة بعيدة جدا لدول غربية احنا بنحاول نقارن نفسنا بيها، فعندنا أزمة كبيرة جدا وعجز في الأطباء. طيب ظواهر العجز ده ليها بعض الحاجات التانية المهمة. النظام بيحب يقارن قوي ما بيننا وما بين بريطانيا، مش كده؟ تعالوا اقف في النص ونحط مصر على شمالي وبريطانيا على يميني، يا رب أكون صح والأعلام تطلع صح. طلعت بريطانيا، مصر على شمالي وبريطانيا على يميني، تمام كده. تعالوا نشوف مع بعض كده كذا نقطة. أول حاجة عدد ساعات العمل. الدكتور في مصر بيشتغل كم ساعة؟ حذر فذر، بيشتغل 96 ساعة أسبوعيا، يعني 14 ساعة يوميا تقريبا. الدكتور في بريطانيا بيشتغل بموجب القانون كم ساعة؟ 40 ساعة أسبوعيا، يعني 8 ساعات ماكسيمم في مصر. طيب 8 ساعات ماكسيمم في بريطانيا. نشوف بقى المرتبات في مصر عزيزي المشاهد. من أول ما تبدأ تعيين كطبيب لحد 8 سنين شغل بتاخد 3120 جنيه، يعني 104 دولار في الشهر. ما تبصش على الجهة دي، أنا الجهة دي هجيلها دلوقتي، ركز معايا بس في الجنب ده دلوقتي. طيب بعد 8 سنين شغل كدكتور في وزارة الصحة بتاخد كام؟ بتاخد 3600 جنيه، يعني 120 دولار شهريا. بعد ما حضرتك تشتغل 35 سنة وتطلع معاش، بتاخد معاش كام؟ تقريبا 2500 جنيه. وفريق الإعداد زهق ما حسبهم لكش بالدولار لأنه كان يطلع رقم هزيل جدا. طيب بريطانيا الوحشة اللي عندها مجاعة وعندهم مشاكل، تعالوا نشوف كده مع بعض الأرقام. وأنا آسف أنا مش طالع ضايقك، لكن ده الواقع اللي لازم نحطه قدام الواقع ده عشان نعرف ليه الدكاترة مش موجودين في مصر، وليه في 3 صيادلة ماتوا امبارح هم بيدوروا على مورد رزق آخر. في بريطانيا المتدرب بياخد 2800 جنيه استرليني، يعني 3448 دولار شهريا. الطبيب بياخد كام؟ الطبيب بياخد 5333 استرليني. طيب ده يعني كام دولار؟ تقريبا 6567 دولار. الاستشاري في بريطانيا بياخد حوالي 9916 جنيه استرليني شهريا، وده حوالي 12215 دولار. فلما حضرتك تحب تقارن لي مع بريطانيا وتقول لي الأوضاع، تعال شوف المرتبات هنا كام وهنا كام، عدد ساعات العمل هنا كام وهناك كام. طيب في رقم مهم قوي قاله الأستاذ بشير عبد الفتاح في مقال رأي نشره في صحيفة الشروق في أغسطس 2022، اتكلم فيه على معدلات الهجرة في مصر. تعالوا نشوف مع بعض كده معدلات الهجرة في مصر ايه اللي حصل فيها. نسبة الهجرة قبل سنوات كانت كام؟ كانت 1 في 1000. نسبة الهجرة دلوقتي اتضعفت 5 مرات، بقت 5 في 1000. يعني احنا اتضعفنا 5 مرات من 1 في 1000 ل5 في 1000. النسبة الأكبر من 5 في 1000 دي أطباء حديث التخرج، يعني الدكاترة بيمشوا، الدكاترة مش موجودين عندنا. وده اللي بيأكده المجلس الطبي في بريطانيا اللي نشر تقرير من كذا شهر بيتكلم فيه إن الأطباء المصريين من بين الأعلى 5 دول من العمل في بريطانيا. يعني إيه؟ يعني إحنا مع السودان والصين ودول أخرى من أعلى 5 دول في الدكاترة اللي شغالين في بريطانيا. نروح هنا عند ساعة بيج بن ونقرأ مع بعض إيه اللي بيحصل وأعداد الدكاترة بترتفع من 2017 إزاي. في 2017 وصل بريطانيا 435 طبيب مصري، في 2018 ارتفع العدد ووصل ل 756 طبيب، في 2019 بنوصل ل 1301 طبيب بنسبة ارتفاع 200%، وفي 2020 بينخفض العدد حوالي 100 دكتور بنوصل ل 1220 طبيب، 2021 بيوصل العدد مرة تانية ل 1312 طبيب مصري في بريطانيا. وبالتالي احنا امام أزمة حقيقية، حاولنا نلخصها لحضراتكم في المعلومات دي، هنناقش تفاصيل أكثر مع ضيفي ولكن بعد الفصل.
خلونا نرحب بضيفي في هذه الفقرة في الاستوديو مع دكتور مصطفى جويش وكيل وزارة الصحة الأسبق وخبير الوبائيات. أهلا بك دكتور. حريق مستشفى نور المحمدي مرة تانية ضحايا من الأطباء الصيادلة، من المسؤول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولها في البداية من يعني واجب العزاء للزملاء اللي توفاهم الله، وبنتمنى بالشفاء العاجل لجميع المصابين وعدد كبير من المصابين في تكلفة في هذا الحريق. الحقيقة لما نجي هنا نتكلم على مين المسؤول، الحقيقة عندنا مسؤولية تضامنية مشتركة بين أكتر من جهة، لأن هو أي مستشفى فيما يسمى بالحماية المدنية أو السلامة أو الوقاية من الحريق بصورة عامة. احنا عندنا بداية عشان أي حد يرخص مستشفى أو مبنى يعني عليه تردد من الجماهير، في حاجة عندنا بتسمى المجمع العشرية، ودي بتاخد فيها القوى العاملة مع الإسكان مع المرافق مع الصحة مع الداخلية لشروط الوقاية المدنية لهذا المكان، الوقاية من الحريق تحديدا. بالإضافة اللي عندنا حاجات خاصة يمكن بالمنشآت الصحية، قانون طلع رقم 12 سنة 2003 بتشكيل لجنة سلامة مهنية داخل كل منشأة صحية حكومية أو خاصة. على فكرة ده كلام بيعم على جميع المستشفيات. الحقيقة هنا اللي بيهمنا كله في موضوع الحريق تحديدا أو موضوع الحماية المدنية، عندنا حاجتين: إزاي نعمل وقاية من الحريق والاستعداد لحدوث الحريق، لأنهم لما يقولوا عندنا حديث حريق بتحصل الحريق بتحصل طبعا، لكن في نفس تصميم مبنى المستشفى اللي فيه مرضى ممكن يكون مرضى عناية مركزة أو مرضى في حالات غيبوبة مثلا أو مش قادرين يتحركوا، لازم عندنا شروط معينة. أولا يكون عندنا جرس إنذار الحريق، أول حاجة إنذار الحريق ألارم يضرب جامد يسمع كل الناس. طبعا ده واضح إنه مش موجود، وده مش موجود في المستشفى، مش موجود أكيد مش موجود يعني. الحاجة التانية بيسمى جهاز الإطفاء الذاتي أو الإطفاء التلقائي الأوتوماتيك، بمعنى إيه؟ شبكة أنابيب مية داخل جميع الحجرات، يا إما بتنزل مية في معظم الحجرات اللي هي زي المرضى أو مواد رغوية أو كيميائية للأماكن اللي هي فيها أشد خطورة، دي بتشتغل تلقائيا مع أي حريق، يبقى يطلع الدخان الصفارة تضرب ويبدأ الطفاية تشتغل. هل ده موجود؟ أكيد مش موجود يعني، واقع من الكلام يعني مثلا دلوقتي اللي حصل قبل كده في مستشفيات تانية واضح إنه مش موجود. الحاجة التانية الأخطر من ده وده أكتر، ودي يعني يمكن كنت هنا في بريطانيا من حوالي 20 سنة في أحد الدورات وشفناها فعلا، اللي هي تدريب الناس على هذا الأمر، إن يكون الفريق الطبي مدرب على عملية يتصرف إزاي وإخلاء المرضى إزاي. ده أخطر ما يمكن، لأن هي المشكلة الطبيب حضرتك تفضلت دلوقتي بعرض كلامه كان محبوس في الدور الرابع أو الخامس مش عارف يعمل إيه قدامه مرضى في غيبوبة مش عايز يجري لأن ضميره قال ما أقدرش أجري، لكن في نفس الوقت مش عارف يخرج منين. وموضوع الإخلاء ده من أخطر ما يمكن، إخلاء المرضى وإخلاء الناس، لازم يكون في تدريب كل أسبوع كل 10 أيام طوال السنة يخلوا الناس إزاي. الحاجة دي نقطة في منتهى الأهمية، عندنا هنا قصور من الداخلية أو والإسكان ومن الصحة، كل دي منظومة حقيقة منظومة متكاملة. أنا أتفهم إن ده ممكن يحصل مرة، فمثلا يكون عندنا عنصر مفاجأة ان الحريق فاجئنا مثلا كداخلية وحماية مدنية وزارة الصحة، لكن هل حالة حريق في مستشفى دي اول مرة تحصل في مصر؟ الحقيقة ده بيتكرر عندنا يمكن مع الاسف اكتر من مرة في السنة. يعني كان عندنا من 5 شهور في مستشفى كفر الشيخ العام وكانت حريق ضخم جدا ونفس الاشكالية حصلت فيه. كان قبلها بعدة اشهر ايضا في كفر الشيخ في مستشفى الصدر كفر الشيخ ايضا حريق. كان عندنا في أيام كورونا كان مستشفى العزل اللي كانت مستشفى الأمل في العبور أو مستشفى البدراوي في اسكندرية، كان فيه ضحايا كان بالعشرين ضحية كانوا بيموتوا. وكان عندنا قبلها من 4 سنين في نهاية 2018 في مستشفى الحسين الجامعي كان مستشفى جديد، لدرجة إن الأطباء هم اللي حركهم حركوا المصابين. ومستشفى كفر الشيخ مثلا احد المرضى وكان طبيب عنده 77 سنه بغيبوبه مات على سريره لانه الناس جروا وسابوه ومات، مات بالاختناق. هذه دي الاشكاليه كلها، منظومه الحمايه المدنيه تدريب عليها زائد ان يكون في جرس انذار في الاول ينبه ولو الناس يطلبوا حد يجي ينقذهم. طيب البوست اللي كتبه دكتور محمد خيري وهو بيتكلم انه شغال في مستوصف زي ده مستوصف واضح انه تبع جمعيه اهليه تبع مسجد يعني. أيوة. مش مستشفى خاص ولا مستشفى عام او حاجه. هو السؤال هنا دكتور، هو ليه الدكاتره اصلا بيروحوا يشتغلوا في المستوصفات دي؟ ايوه ده سؤال في منتهى الاهميه فعلا، ان هو اصلا الطبيب راتبه لما بيتخرج لا يكفيه انه يعيش، ولو حب ياخد نبطشات في المستشفى اللي شغال فيها وبيقضي الليلة كلها في الآخر يطلع مثلا 48 جنيه أو 50 جنيه مبلغ أيضا لا تستدعي أن يقعد مدة طويلة دي. فبيحصل إيه؟ بيفضل الطبيب شايل شنطته بالبلطو بتاعه بيلف طول الليل على المستوصفات في القاهرة أو في غير القاهرة
على المستشفيات الخاصه، يا اما طبعا قله اللي عندهم عياده خاصه. يعني فكره ان الطبيب عنده عياده خاصه دي فئه معينه من الاطباء، مكلف جدا الايجارات والاماكن مكلفه وترخيصها صعب وعمليا مش سهل والضرائب اصعب. فالكله بالذات شباب الاطباء او لسه في مرحلات اللي هي اللي ما عندهش قدره انه يفتح عياده بيقعد يلف على المستوصفات والكلام ده عشان ينزل يعني يلقط رزقه. يعني اللي ماتوا دول ضحايا لقمه العيش باختصار، يعني ضحايا لقمه العيش ده احسن تعبير لهم بصراحه. وان نفس الكلام على الاطباء، لان هو الفكره ان هو راتب الحكومه لما يكون مثلا $100 او $120 وبعد 5 سنين تفضلت في العرض اللي تم يوصل لمبالغ ضئيله جدا. فبالتالي بيحاول يدور على مصدر رزق اللي عايز يعيش. يعني هي يعني حياه كريمه، ابسط حدود الحياه من زمان يقولوا عايز 5 عين عزبه وعربيه، لا هو عايز ولو يعيش. دي ابسط حاجه. طيب يعني تقرير من الاس تي اي اللي كان بيتكلم على هجره الاطباء واستعرضت منه جزء، قال رقم مخيف يا دكتور الحقيقه. قال ان الدكتور في مصر بيشتغل 96 ساعه اسبوعيا، يعني احنا بنتكلم في 14 ساعه يوميا تقريبا الدكتور بيشتغلها. مع الظروف اللي احنا بنشوفها والناس اللي ماتت ضحيه لقمه العيش، بالتالي بيبقى في ضحايا تانيه للارهاق. الحق وده شفناه. تمام. الحق الكلام ده نقابه الاطباء طلعت تقرير كان في شهر سبتمبر 22، يعني من 4 شهور. كانت بتحصل عدد الاطباء اللي ماتوا بسبب الارهاق في العمل، او يسموها بالانجليزي حاله البرن اوت. برن اوت يعني الاحتراق، اللي هو الانهاك الجسماني والذهني والبدني والعضلي والوجداني، بحيث اللي بيقع مره واحده بيموت. فكانت الحقيقه في سنه 2022 كان النقابه قالت بيموت كل شهر 2 اطباء شباب بالارهاق. طبعا مؤشر خطير جدا، ده رقم كبير جدا جدا جدا. طبعا كل شهر في كل مصر شهر 2 يموت 2 دكاتره. أيوة. نتيجه الارهاق. ده في العام الماضي، ده بين نقابه الاطباء. السنه اللي قبلها في السنه كلها مات 11 طبيب، اللي قبلها 40 كان 7، اللي قبلها كانوا 3 او 2. فواضح جدا ان الاطباء بيعانوا من الارهاق الشديد جدا في اثناء العمل، لانه بيتنقل اولا العمل الحكومي، زائد انه يفضل يتنقل من مكان لمكان عشان يجمع ولو اي مبلغ يقدر يعيش به، بيتعرض لتلك الحاله من البرن اوت او الاحتراق. ليه ده ما بيحصلش في السعوديه؟ ليه ما بيحصلش في بريطانيا؟ ليه ما بيحصلش في اي بلد تاني ان دكتور بيموت من الارهاق؟ لان في الدول دي كلها الطبيب يا اما بيشتغل حكومي يا اما بيشتغل خاص. بيشتغل حكومي بياخد حقه كامل في 8 ساعات الحكومي. بيشتغل خاص حقه كامل في 8 ساعات الخاص. زمايلنا كلهم في السعوديه لو 65,000 طبيب اللي في السعوديه مثلا على قد العمل بتاعه، بيشتغل بيرجع خلاص خد ما يكفي انه يقابل من مجهود. لكن في مصر مع الاسف، ويمكن حتى الكلام ده اتقال عندنا بطريقتين حق مختلفتين. لما تقال ايام الدكتوره هاله زيد اللي كانت وزيره الصحه قبل كده في 2019، قالت احنا يكفي ان احنا سامحين للطبيب يشتغل او يفتح عياده خاصه بعد الظهر بعد العمل الحكومي، يعني بتدي له مرتب قليل وتكرمت عليه تقول له روح شوف رزقك في مكان تاني. الحاجه الاخطر اللي قالها الدكتور الموجود حاليا اللي هو عبد الغفار، قال ان التامين الصحي الشامل الجديد هيحل مشكله الاجور، وهندي الطبيب 20,000 جنيه في الشهر، يعني مثلا $800 ولا حاجه بالسعر الحالي. لكن الحاجه العجيبه ان بالرغم من المبلغ ده، مبلغ طبعا يشد الانتباه، لكن نقابه الاطباء في من الشهر الماضي عملت استبيان في نوفمبر ونتيجته ظهرت في شهر في شهر يناير بين اطباء في الاقصر وبورسعيد اللي هم تم فيهم فعلا التامين الصحي. التامين الصحي كانت اول شكوى للدكاتره في الاقصر اللي تبع التامين الصحي الجديد اللي بقى له 5 سنين اهو، قالوا ما بناخدش فلوس كفايه. ليه؟ لان في تعسف اداري. ليه؟ لان الراتب اللي الوزير اتكلم عليه 80% منه يخضع للتقييم حسب راي المدير. فالمدير بيتعسف، انت النهارده البلطم مش مكوي، انت جيت متاخر 10 دقائق، انت مش عارف ما اديتنيش التحيه وانا داخل، اي حاجه. طبعا التعسف الاداري ده معناها ان في اضطهاد او تنمر ضد الاطباء، وبالتالي بيتخصم من الفلوس. فحتى التامين الصحي الجديد ايضا لم يحقق الاطباء الاستقرار المادي اللي هو عامل لهم مشكله وبيسببهم الارهاق في العمل في اكثر من مكان. طيب احنا بنتكلم على ازمه استعرضها تقرير ميدل ايست اي، واكدها حتى مقال ل الدكتور بشير عبد الفتاح في اغسطس 2022 على فكره كم طبيب لكل مريض في مصر. فاحنا بنتكلم على البيانات البنك الدولي، احنا 7 من 10 لكل 1000 طبيب. والمفاجاه ان دوله زي العراق زينا، دولة زي سوريا أعلى مننا، دولة زي ليبيا أعلى مننا، تركيا اللي دايما بيتم المقارنة بها أعلى من مصر. السبب في ده مين؟ السبب في ده النظام اللي بيحكم مصر. بمعنى إيه؟ إن إحنا لو قلنا إن مصر مسجل فيها في النقابة
220 او 212 الف طبيب مسجلين. لو خدناهم بالنسبه لعدد السكان ال 100 مليون يبقى نبقى احسن من اوروبا، احسن من 200 لكل 1000، نبقى احسن منهم بكتير. لكن اللي حصل ان 62% من الاطباء هربوا للخارج، بسبب اولا ان ضعف الانفاق الحكومي على الصحه. بمعنى موازنه الصحه هذا العام قالوا احنا زودناها عن السنه اللي فاتت، كانت 107 مليار جنيه، بقت 128، زاد 17%. ماشي، اللي يهمني كان بالنسبه للناتج المحلي بالضبط 1.4% من اجمالي الناتج المحلي. في بريطانيا 12% من اجمالي الناتج المحلي. الصحه العالميه قالت ما تقلش عن 9% على مستوى العالم. كان في مصر الانفاق الحكومي 1.4% فقط، فبالتالي الرواتب لاجور الاطباء ضعيفه، اطباء والتمريض وجميع العاملين، بالتالي جميع التجهيزات او البنيه التحتيه ضعيفه، الاطباء ما عندهمش امكانيات كفايه لا توجد لهم حمايه. من الناحيه الثانيه لا توجد لهم حمايه داخل الاماكن، عندنا ضرب واعتداءات يوميا على الاطباء، لا يوجد قانون يحميهم ولا شرطة خاصة بالصحة زي شرطة المرافق أو شرطة المواصلات مثلا تحميهم من الاعتداءات، فبالتالي معرض امتهان كرامته في بالضرب، زائد امتهان لقمة عيشه انه مش عارف يعيش. طيب في رقم تاني اعتقد انه رقم مخيف، يعني البيانات بتقول ان في حوالي 4400 طبيب استقالوا في 2022. يعني لو قسمنا ده على الايام احنا بنتكلم تقريبا ان كل يوم في السنه في 12 دكتور بيقدموا استقالة كل يوم. ايوه تمام، ده رقم ما اعتقدش انه بيحصل في اي بلد في العالم. معلش بيحصل في العالم الحقيقه، وكمان له سبب تاني، ان بدا دلوقتي طلب الطب من اول ما يخش الطب يبدا يراسل الجامعات الاوروبيه والعالميه، يبدا يرتب السفر من قبل، يبدا يذاكر لهم، يجمع قرارات يذاكرها بحيث يمتحن ويكون جاهز. اول ما ياخد الشهاده بيسافر، بالذات ان عندنا في الدول العربيه بيشترطوا يكون معاه ماجستير مثلا او يكون متخصص. دول اوروبا وامريكا واستراليا ما يلزموا، مش عايز خريجه بيعلمه، فهو بيسافر عشان يتعلم، لو مش عارف يتعلم التعليم في مصر ايضا ضعيف. كل ابواب الهجره مفتحه، مفيش تدريب ولا تاهيل جيد، بنيه تحتيه ضعيفه، بتدرب كل يوم، راتب لا يكفي، حتى في التامين الصحي الجديد ايضا لا يكفي، فبالتالي ابواب الهجره كلها مفتوحه، لدرجه ان في تحذير كبير جدا ممكن نلاحظ في لحظه اصبحت مصر بلد خاليه من الاطباء، ودي طبعا مأساة. هو احنا دلوقتي عندنا تقريبا 93,000 دكتور شغالين، بنسبه الاستقاله الموجوده دي احنا ممكن العدد ده يقل بشكل كبير. اللي طبعا بيقل باستمرار. بعدين 93 في دول اللي داخل مصر، اللي شغال في الصحه حوالي حاجه و50 اللي هم في الجهات الحكوميه، مش الرقم ده كله، دول اللي هم قطاع خاص وقطاع عام كله. لو جينا نشوف منحنيات تبع الجهاز المركزي، عدد الاطباء اللي بالنسبه للحكومه بتقل، بالنسبه للقطاع الخاص بتزيد، دول اللي هم ما يقدروش يسافروا حتى داخل مصر. على المقابل المستشفيات الحكوميه في مصر بتقل، شفت القطاع الخاص بيزيد، يعني رقم المستشفيات في الحكوميه حاليا حتى بعد الجهاز المركزي 662 مستشفى، كان 690 في 2018. القطاع الخاص قدوه مرتين 1200 وشويه، يعني القطاع الخاص ثلثين المستشفيات قطاع خاص والتلت قطاع حكومي. ليه؟ لانه مفيش انفاق حكومي على الصحه. والحاجه الاغرب ان في القانون في القانون الجديد وقانون وثيقه ملكيه الدوله هيبدا يبيع المستشفيات، وكان ده قاله السيسي بنفسه في اخر يوم في المؤتمر الاقتصادي صحيح في شهر اكتوبر الماضي، قال ان المستشفى لها 50 مليون هديها للقطاع الخاص ومع ال 50 مليون وقال له اشتغل واربح وانا هقسمك في الربح. طب ما هيجيب الربح من مين؟ من المواطن، من الناس. ما هيجيب منين؟ ما هو اذا كان عايز يشارك القطاع الخاص في الربح يبقى يجيب من الناس. يبقى حتى المستشفيات الحكوميه كمان الدوله فتحتها للخصخصه من خلال وثيقه ملكيه الدوله. اشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى جويش وكيل وزاره الصحه الاسبق، كنت ضيفي في الاستوديو، اول ضيف في الاستوديو معنا، اشكرك شكرا جزيلا. حلقتنا مستمره بعد الفاصل، هنتكلم على موضوع الفراخ لان الاسعار بتاعه الفراخ الحقيقه لا تسر عدو ولا حبيب، تابعونا. أزمة الأعلاف الحقيقة ونقص المعروض بتدفع أسعار الدواجن الفراخ إنها ترتفع بشكل كبير جدا وبتوصل ل 80 جنيه. تعالوا نشوف الخبر مع بعض وبعدين نستعرض بعض الأسعار. أزمة الأعلاف ونقص المعروض تدفع أسعار الدواجن إلى 80 جنيه، مدى مصر بتقول. بلغت أسعار بيع الدواجن من المزرعة اليوم 69 جنيه للكيلو في وجه بحري، 70 جنيه في الصعيد، يشتري البائعون من التجار ب 75 جنيه ليباع عند مستوى يتجاوز 80 جنيه للمستهلك. بحسب مصادر عدة بقطاع الدواجن في الوقت الذي بلغت فيه أسعار كتاكيت التسمين 22 جنيه متوقعين أن تصل ل 25 بعدما كانت تباع قبل أزمة الأعلاف بأقل من جنيه واحد للكتكوت عمر يوم.
احنا بنتكلم من جنيه 22 وال 25 بنتكلم الدواجن بتروح ل 80 جنيه للمستهلك، وده شيء مرعب الحقيقة، ده شيء فعلا مرعب كتير قوي على الناس. عشان كده احنا بنسأل النهاردة بتجيبوا الفراخ بكام، محدش يقول لي انت بتسأل في ايه يا عمي، ده الاكل والشرب بتاع كل يوم لازم نتكلم فيه، لازم الناس تتكلم وتقول، لازم النظام يعرف الجريمة اللي هو بيرتكبها في حق المواطن المصري ويسمعها من جمهور آخر كلام. تعالوا مع بعض نشوف بعض الأسعار للدواجن ومشتقات أخرى أخبارها إيه. طيب نبدأ بأسعار الدجاج في مصر. متوسط أسعار الدجاج في المحل التجارية يوم 2 فبراير 2023 ده المصدر، كيلو الدجاج الأبيض ب 80 جنيه، كيلو الدجاج البلدي بكام؟ نشوف، ب 95 جنيه. طبعا وانت بتسمعني دلوقتي وهنتكلم بعد دقيقه او دقيقتين هتقول لي ان الاسعار دي غلط يا اسامه، ده انا بشتريه بكذا. هو احنا عاملين الفقره دي عشان كده، دي الاسعار اللي هم بيقولوها. تعالوا نعرف منكم الاسعار ايه دلوقتي وانتم بتجيبوا كيلو البانيه بكام؟ هل ب 180 جنيه ولا بتدفع فيه اكتر؟ نشوف اللي بعده. كيلو الشيش طاووق ب 175 جنيه. طيب انت بتشتريه بده ولا بتشتريه باكتر باقل؟ هل الصعيد مختلف عن وجه بحري؟ هل دمياط مختلف عن اسوان؟ هنعرف برضو بعد شويه. كيلو الوراك ب 95 جنيه. طيب نشوف كمان كيلو الدبابيس بكام؟ ب 95 برضو. طيب الكبد والقوانص، الكبد والقوانص دي كانت حاجه كده بتجيبها مش عارف بكام عشان تحطها في شويه رز وتحط عليهم مكسرات وزبيب وبتاع وتبقى اكله عظيمه جدا. النهارده كيلو الكبد والقوانص بقى ب 80 جنيه، شيء غريب. طب الجنيحه يا جماعه، في ناس بتحب الجنيحه قوي. ايام ما كنت في تركيا كنت ساكن كده قدامي حديقه عامه كبيره، فكان الاتراك في ناس بتنزل تشوي دايما في الاجازات، فيجيبوا شوايه صغيره كده ويقعدوا، فهم كان عندهم كيف يشوي الجنيحه. انا ما اعرفش ده كان لاسباب اقتصاديه ولا لان طعمها حلو، انا ما كنتش بحبها الحقيقه، لكن كان ناس كتير جدا تلاقيه مثلا راسس رصه 12 15 جناح وقاعد ياكل فيهم. لو حضرتك النهارده قررت تجيب جناحه فالكيلو في مصر بقى ب 60 جنيه. ننزل تحت شويه ونشوف الهياكل الكيلو بقى بكام. كيلو الهياكل ب 30 جنيه. هل المصريين هياكلوا هياكل؟ هل المصريين معاهم 30 جنيه اصلا يجيبوا بيها كيلو هياكل ولا لا؟ لكن الحقيقه كيلو رجلين الفراخ بقى ب 20 جنيه. كام واحد في مصر هياكل رجلين فراخ وكام واحد في مصر هيدفع 20 جنيه عشان ياكل رجلين فراخ؟ طبق البيض الابيض، نروح للبيض شويه، طبق بقى ب 110 جنيه. حد هيقول لي لا ده اغلى شويه، هسمع منك بعد شويه في الاتصالات. وطبق البيض البلدي نختم بيه بقى ب 115 جنيه. تعالوا نروح مع بعض للشارع المصري ونسمع سيده مصريه وهي بتشتكي من ارتفاع اسعار الفراخ. ردا علينا وعلى الارقام وعلى هذه السيده، تعالوا نسمع عبد الفتاح السيسي وهو بيتكلم عن الاعلاف والفراخ والاكل، نشوف بيقول ايه رايه ايه، ونرجع مع بعض بسرعه نجاوب على سؤال بتجيبوا الفراخ بكام. ما كرتوت البيت غالي؟ لا انا العلف عندي يا فندم رخيص. انا صحيح بجد يا بجد يا فندم، انا شغال اعلاف مواشي علاب وتسمين. طيب طيب الدنيا ماشيه معاك كويس وكل حاجه، انا بس شايف في عصافير كتير جوه المصنع عندك، معرفش ليه. الحمد لله العصافير بتاكل العلف. مصنع علاف بقى، انا اساسا مصدر الطيور. انا شايف العصافير جوه المصنع كتير. مصنع علاف بقى يا فندم. طب احنا عندنا مشكله في السلع. لا والله اعمل اللي انت عايزينه، انا والله بحلف خدوا اللي انتوا عايزينه، انزلوا عبوا من الاسواق. وانا عايز اقول لكم على حاجه، يعني لسه الجيش بينزل 2 مليون كرتونه، ممكن ينزل 2 و3. خلونا نبدا مباشره في استقبال اتصالاتكم. معانا ام شريف من مصر، اهلا بيكي ام شريف. يا ام شريف ليه دايما اول اتصال كده بحس ان الناس مش موجوده؟ يا ام شريف معانا؟ مش معانا ام شريف، معانا كريم. طيب دكتور يا كريم. سلام. ايوه السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، اهلا وسهلا. معاك ابو كريم. ابو كريم. كريم اهلا وسهلا يا ابو كريم. ازيك يا دكتور اسامه؟ الحمد لله كله تمام.
بنجيب الفراخ بكام؟ ما بنجيبهاش خالص، يعني ما بنجيبهاش خالص، ما بناكلهاش نهائي. انت معايا؟ اه. لان عشان نجيب فراخ، الفرخه احنا مثلا 6 افراد، الفرخه اللي هنجيبها هتبقى اغلى من كيلو اللحمه، فبالتالي يبقى ايه، ندور على كيلو اللحمه ايا كان زايد شويه فنجيبه. طب الفراخ دي ما ناكلهاش ليه؟ لان هي طبيعي الفراخ ما هيش مؤثره في الاكلات فيتامينات، ما بال هي فراخ مريضه، ممكن تكون فراخ ميته زي ما جابوها عندك او عند الدكتور محمد ناصر، فراخ ميته في المزارع وبيبيعوها باقل الاثمان، مش باقل الاثمان، باثمان اغلى مما كانت عليها قبل كده، وبناكلها وبنحس ان احنا بناكل ميته. يعني احنا في الزمن العضاد اللي هو اكل الميته حلال في حاله ما نكون احنا في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. فبالتالي هناكل الفراخ ليه؟ ما هو الفراخ هو قال البروتينات بعيده عن الشعب المصري، قال خسه. طب هو احنا الفراخ بتسمينا، ما بال الفراخ دي بالعكس وجودها زي عدم وجودها. وبعدين هي الفراخ بس يا دكتور، هو قاعد يضحك في التلفزيون وقاعد يتهكم علينا واحنا نستحق كما تكون ولا عليكم، هو العيب فينا ما. بس انت يعني معلش للاسف انا زعلان منك، انت اما واحد بيجي يتكلم على الشعب المصري ويقول ان هو سبب في كل اللي احنا حاصلينه، انت بتهاجمه وبتقول له لا انت ما تلومش الشعب لكن فعلا في نسبه 85% الشعب المصري مسؤول عنه. بص يا ابو كريم في فرق كبير قوي، في فرق كبير قوي بين ان انا بعترض على فكرة انك تقول الشعب يستاهل اللي هو فيه، وانك تقول الشعب المصري يتحمل جزء من المسؤولية. الشعب المصري يتحمل جزء من المسؤولية. اكمل لك بس ثانية واحدة، اكمل لك بس عشان الصورة توضح. الشعب المصري يتحمل جزء من المسؤولية اكيد، انا وانت واهلنا اللي ساكتين وحزب الكنبة والناس اللي سكتت على الراجل اكيد يتحملوا جزء من المسؤولية، لكن ان انا اطلع في ظل الاوضاع دي اقول يستاهلوا ما اصل هم اللي جابوه، لا طبعا انا ضد ده. يعني انا اسف والله، انت على راسي يا ابو كريم والناس كلها انا بحب اتكلم معاها، لكن حتى لو رايي ده هيزعل الناس، لا طبعا فكره ان انا اقول للناس تستاهل. يا دكتور ايه بيزعلنا؟ انت دلوقتي انت ما حدش يستاهل يا دكتور. اتفضل اكمل يا دكتور بس لو سمحت. اتفضل انت اسمعني يا دكتور، انت حضرتك بتيجي وتقول انت يعني يستاهل، انا ما بقولش يستاهل، لكن انا بقول مسؤول زي ما انت بتقول بالظبط، انا بقول ان هو مسؤول بنسبه 85-90%، لكن يفضل عندنا ان انت بتقول ان انا مفروض ما اقولش يستاهل. ما هو احنا اللي عملنا في نفسنا كده، سكوتنا على الاوضاع السيئه اللي احنا فيها بنمر بقى يوم بعد يوم، احنا مسؤولين عنها. كويس. ومسؤوليتنا دي هي السبب الرئيسي في الهوان اللي احنا وصلناه. كويس. فبالتالي مش شرط يستاهل، ولكن في نسبه مسؤوليه كبيره. طيب والخطاب دلوقتي لما يبقى الناس كلها ضايقه المر يا ابو كريم، لما يبقى الناس كلها طلعان عينها، لما يبقى الناس كلها خلاص مش طايقه الراجل، وتطلع حضرتك واطلع انا ويطلع غيري نقول لهم ما انتوا تستاهلوا، ما انتوا اللي سكتوا. ثواني بس ابو كريم اكمل لك بقى وجهه النظر. ما انتوا اللي جبتوه، ما انتوا اللي سكتوا على الناس لما اتقتلت. هو انت متخيل ان ده مثلا هيحرك الناس، هيخليهم يبقوا واقفين معاك في صف واحد ويقولوا لك ايوه احنا اسفين، تبنا الى الله ولن نعود الى مثله ابدا؟ ما هو انت الناس دلوقتي بتضم عليك، الناس دلوقتي بتقول لك ايوه عبد الفتاح السيسي السبب، هو اللي قتل الناس في رابعه، وهو اللي دلوقتي فقرنا مش بيخلينا نلاقيين ناكل. فتطلع انت تقول لهم لا انتوا وحشين عشان سكتوا على رابعه، فانتوا تستاهلوا الجوع اللي انتوا فيه. انت شايف ان ده صح؟ يا دكتور انا مش شايف ان ده صح. طيب. وما بقولش يستاهلوا، بس انا بحدد المسؤوليات. كويس. يا دكتور الفرعون في سابق الزمان لما اتفرعن على الشعب المصري اتفرعن من هوانه وضعفه وقلة قيمته، فبالتالي احنا بنقول مسؤولية، ما بقولش انت تقول يستاهل. انت فعلا مش مطلوب منك تقول ان احنا نستاهل، ولكن مطلوب منك برضو تحدد المسؤوليات. انت راجل موضوعي وبتقدم برنامج، انا بشوفك انت لما بيجي اي حد يقول لك ان شعب مصر عنده نسبه مسؤوليه، بشوف حضرتك ترفض. لا يا ابو كريم، لا يا ابو كريم، لا انا اسف، انا مفيش حد قال. بص يا ابو كريم، بص يا ابو كريم ثانيه واحده بس في فرق انت نفسك دلوقتي متفق معايا فيه بين حاجتين.
بين الناس تستاهل وانا وانت معترضين على ده وده اللي انا بعترض عليه، وفي فرق بين الناس تتحمل جزء من المسؤولية. مش الشعب المسؤول، مش الشعب هو السبب، الشعب مش هو السبب، عبد الفتاح السيسي هو السبب. الشعب يتحمل جزء من المسؤولية، ايوة، ومش الشعب كله، قطاع من الشعب، لان في جزء من الشعب في السجون، وفي جزء من الشعب في المنافي، وفي جزء من الشعب خايف، وفي جزء من الشعب كان مع الراجل. فالجزء اللي من الشعب اللي كان مع الراجل وبارك للراجل كل اللي هو عمله دلوقتي بيدوق المر، ده يتحمل جزء من المسؤولية. لكن ابدا ما ينفعش اقول الشعب المصري هو المسؤول، لا يا جماعة، امال المجرم اللي بيحكم ده ايه؟ ده هو ده المجرم، هو ده السبب الرئيسي في كل اللي احنا وصلنا له. فانا اتمنى اكون وضحت وجهة نظر ابو كريم، وبشكرك جدا، النقاش معاك جيد وكويس، الناس تدخل تختلف في اللي بنقوله ونتناقش ونوصل في الاخر ان الصورة تكون واضحة. طيب معانا صابرين من مصر، اهلا بيك. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور اسامه؟ اهلا وسهلا. اولا تحياتي لحضرتك ولكل ضيوف حضرتك في البرنامج وكل المشاهدين، وعايزه اوجه بس رساله لكل شهداء يناير وثوره يناير وكل المعتقلين وكل اهالي المعتقلين. ان شاء الله باذن الله قريبا باذن الله مصر هتكون حره تاني، والشعب المصري هيقف تاني ضد الظالم الانقلابي عبد الفتاح السيسي. اما يعني حلقه البرنامج بتاعت النهارده، بنشتري فراخ بكام؟ والله العظيم يا استاذ احمد احنا انا تقريبا بقالنا حوالي 3 اشهر ما اشتريناش فراخ خالص. احنا من الناس المقاطعين للفراخ، ان احنا طبعا انا عن نفسي ضد اللي بيحصل ده، وضد جشع التجار عامه، او ضد اللي بيحصل دوت ان الفرخه توصل ل 160 جنيه دلوقتي او توصل ل 200 جنيه. ده في حد ذاته انا منقطعه القصه ديت ومش بشتري فراخ فعلا، ولا حتى لحمه. يعني حتى اللحمه كنا بنشتري مرتين في الاسبوع، لا بقيت مره في الشهر، دي حقيقه يعني. لكن الاسعار طبعا يعني الشعب المصري لا حول به ولا قوه. انا كنت امبارح في السوق، الناس كلها بتتكلم دلوقتي يا استاذ احمد، ما فيش حد ساكت. الناس كانت الاول بتخاف، والناس كانت بتسمع للاعلام المضلل، عمرو اديب، كل احمد موسى، كل الناس دي. دلوقتي الناس دي ما بتسمعش، دلوقتي الناس فعلا ما بتسمعش الناس دي، بل بالعكس الناس فعلا فاض بيها. اللي واقفه بتسال قبل ما تشتري اي حاجه بتروح لبياع واثنين وثلاثه عشان تسال على اسعار الخضار وبتنقي ارخص حاجه. تمام، شكرا جزيلا. لكن فعلا بجد والله الناس فعلا كشعب مصري دلوقتي ما بقاش في طبقه المتوسطه، الناس كلها دلوقتي تحت خط الفقر حقيقي. بشكرك يعني جدا صابرين من مصر، شكرا جزيلا لحضرتك. في رسالة بتقول لي تحياتي وتقديري لشخصك الكريم، سامحني يا دكتور أسامة، رغم حبي الشديد لك ومتابعتي لك على مدار سنوات كثيرة، لكني أقول لحضرتك إنك مستفز. أشكرك، رجاء مسامحتي على هذا اللفظ. فراخ إيه يا دكتور؟ إحنا ما صدقنا نسينا الاسم ده مع مصطلح اللحوم والسمك والبيض، ليه بتفكرنا بالماضي الجميل؟ يا دكتور أسامة، رجول الفراخ أصبحت مستحيلة بالحجز والوسطة، الكيلو بخمسة وعشرين جنيه. سامحني على هذا السؤال المحرج، لكن حضرتك يا ريت تجاوب عليه. مع حقوق الحيوان لما الناس وصل بيها لتناول رجول الفراخ، طب الكلاب والقطط هياكلوا ايه؟ مجرد سؤال للسيسي وعصابته واعلامه وشيوخه وقضائه ومخابراته ومطبلاطيته واولهم مصطفى بكري بتاع الشلولو. هي كلمه يا دكتور اسامه، لو تحرك الشعب انتهت اللعبه. وشكرا لحضراتكم يا ابو عبد الرحمن. والله يا ابو عبد الرحمن انا اسف جدا ان انا طلعت مستفز يعني لحضرتك، بس هو بصراحه لما تابعنا الاخبار، احنا النهارده الصبح اتناقشنا مع يعني مع بعض انا والزملاء في فريق الاعداد، وقلنا طب يعني ايه، طب ما السؤال ده هيضايق الناس، طب ما السؤال ده يمكن يعني يجرح ناس مش عارفه تشتري الفراخ. لكن بصراحه كان القرار النهائي انه لا، لازم نسال الناس، انتوا بتجيبوا فراخ بكام؟ والناس هتقول احنا مش قادرين نجيب فراخ، وناس هتقول اصل الفراخ بقت غاليه وكذا، لان انا وانت متاكدين انه النظام بيتفرج علينا يا ابو عبد الرحمن، والنظام عارف كويس الكلام ده. لما يوصل ان نسبه 70 80% من الناس اللي بتتصل بتقول لا والله احنا اصلا مش عارفين نجيب فراخ، اعتقد دي رساله مهمه وخطيره النظام بيستقبلها وبيدرسها وبيتعامل معاها. معانا ابو محمد من مصر، اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور اسامة، اتفضل معاك. والله انا يعني هنشيلك من الفراخ، لان الفراخ 90% من الشعب المصري ما عادش بياكلها. انا هتكلم على ابو كريم اللي انت عرضته في ان الشعب يستاهل ولا ما يستاهلش. انت عارف حضرتك لو قامت ثوره تاني
المجلس العسكري هيضحك على الشعب تاني وهيجيب عسكري تاني. هو ده الشعب اللي انت بتقول عليه ما يستاهل. ما نقولش ما يستاهلش، لا، الشعب ده يستاهل اللي هو فيه وحلال اللي هو فيه. احنا تعبانين وانا تعبان وكلنا تعبانين، بس انا واحد من الناس نفسي يغلي كل حاجه والشعب يدوق كل حاجه، لان الفرصه بتيجي مره واحده. جات لنا الفرصه وجات لنا المدني ما رضيناش بيها في السنه، قلنا للعسكري تعالى احكم المدني. لو قامت ثوره تاني هيضحك عليهم المجلس العسكري، هيضحك علينا المجلس العسكري تاني وهيجيب لنا عسكري تاني. شكرا يا دكتور. لا استنى بس، شكرا، خليك معايا شويه يا ابو محمد. فاحنا طالما اتضحك علينا مره وضيعنا الفرصه مره، فاحنا خلاص يأسنا وفقدنا الامل في نفسنا وفي الناس وفي الدنيا كلها، وهنفضل خلاص نقول للناس انتوا تستاهلوا ومفيش امل في اي حاجه تاني. هل ده هو الحل؟ 50 جنيه بشنطه و50 جنيه هيخلوا العسكري يجي تاني. لو انا وانت دورنا فين طيب؟ انا وانت بنعمل ايه؟ مفيش دوت، مفيش. نسبه التخلف بتاعه الشعب بقت فوق اللي معديه فوق ال 70%. الشعب ده مين يا ابو محمد؟ مين هو الشعب المصري؟ المصريين، المصريين عموما. انا هو انا وانت الشعب المصري يا ابو محمد. انا وانت واخويا واخوك وابويا وابوك واصحابنا وجيراننا، ما هو ده الشعب المصري، ما هي دوائرنا اللي بنشوفها كل يوم. لا. صح ولا دول ناس تانية من كوكب تاني؟ والله صح كلامك، بس طيب ليه انا وانت يا ابو محمد، ليه انا وانت فاهمين الصوره؟ طب بس اسالك سؤال والله، ليه انا وانت فاهمين الصوره وعارفين ان الراجل ده مجرم وعارفين ان حصلت يعني ضياع للفرصة الكبيرة في يناير والانقلاب اللي حصل بعدها، ومش متخيلين ان في زينا كتير عارفين؟ او ليه احنا فاهمين وغيرنا مش فاهم؟ انا لما باجي بكلم حد بيغلط، انا لما بكلم حد بيشتمني على فكرة، انا مش اخوان. كويس، ايه اللي دخل الاخوان يعني دلوقتي؟ انا كنت فترة حكم الدكتور مرسي، انا كنت ما كنتش بأيده في حكمه بصراحه. كويس. انا وامانه الله انا كان نفسي مرسي يمشي، بس كان نفسي يجي واحد مدني، انما فكره عسكري تاني ديت كانت بعيده. لما اجي اكلم حد لغايه النهارده، لما اجي اكلم حد اقول له المشكله كلها في العسكري، يغلط فيا. ومش طيب. واحد ده كتير، ده في ناس كتير. اسالك سؤال يا ابو محمد، بتعاني من اسالك سؤال معلش، وانا عارف انه كلام قد يبدو مثالي والله، وقد تقول انه اسامة انت بتتكلم كده لانك برا واحنا اللي ضايقين المر، والله ابدا، بس انا بحاول يعني اوصل معاك لحاجة. يعني هل المفترض الناس اللي مؤمنة بالتغيير وشايفة ان التغيير ده حاجة واجب ان هم يتحركوا فيها، الناس اللي زيك وزي وزي ملايين من المصريين جوه وبره، هل المفروض الناس دول يشوفوا نتيجة التغيير؟ يعني شرط من الشروط ان احنا نشوف نتيجة اللي بنعمله؟ المفروض ده ايه ده المفروض؟ المفروض اشوف نتيجه الحقيقه يا ابو محمد، الحقيقه انه لا، الحقيقه ان ناس كتير جدا على مدار التاريخ ربنا حكى قصصهم اشتغلوا وكانوا بيدعوا الناس للحق وبيدعوا الناس لكل حاجه حلوه وما شافوش نتيجه الكلام ده، بالعكس ماتوا والناس لسه في ضلال، والناس بعد كده شافوا التغيير. فعشان كده انا قلت من اول يوم في اخر كلام، انا بشكرك يا محمد جدا والله، بس انا بقول تاني يا جماعه، والله والله العظيم هذا ليس ادعاء للمثاليه. انا بيجي لي اوقات بيأس، وبيجي لي اوقات ببقى متضايق جدا ومزاجي زفت وفاقد الامل، ده مش ادعاء مثاليه ومش ان انا قاعد في كوكب تاني بعيد عنكم خالص، بس انا ربنا برضو بيهيئ لي ناس قريبين مني لما بوصل للحاله دي بيخرجوني منها بسرعه بالايه دي، قالوا معذرة إلى ربكم. أنتوا ليه بتعظوا قوما الله مهلكهم أو معذبهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم. يعني إيه؟ يعني يا جماعة الناس دي ما فيش فيها فايدة، الناس دول ما فيش فيهم رجاء، الناس دول يستاهلوا. أوكي تمام على رأسي، بس أنا بعمل اللي علي عشان ربنا، أنا مش لازم أشوف التغيير ده في الدنيا. وإن كنت أنا على مستوى الشخصي من أمنياتي ودعواتي إن أنا أشوف يوم نهاية عبد الفتاح السيسي كحاكم وكبني آدم في هذه الحياة، يعني نهايته كده، لانه يشفي صدور قوم مؤمنين، لانه اكيد ناس كتير جدا الراجل ده في مظالم معلقه في رقبته، يعني فبالتاكيد ناس كتير بتتمنى الراجل ده ما يبقاش موجود، وانا منهم في الحقيقه، لان انا على المستوى الشخصي ظلمت منه ظلم شديد يعني. فالفكره في ايه؟ الفكره انه اكيد كل واحد بيتمنى انه يشوف نتيجه عمله، اكيد انت مثلا لما بترسم رسمه بتبقى عايز تشوفها وهي متعلقه في معرض، اكيد لما بتشتري حاجه لاولادك بتبقى عايز تشوف الفرحه في عينيهم، اكيد لما بتنزل ثوره بتبقى عايز تشوف المردود على البلد.
فلما كل ده اتسرق مننا وكل ده راح مننا اكيد دي حاجه تجيب احباط، ودي حاجه تزعل، ودي حاجه تيأس، ودي حاجه تخلينا قرفانين من حياتنا وقرفانين من الناس وقرفانين من الناس اللي مضحوك عليها. انا معاك يا ابو محمد في كل ده، لكن في الاول وفي الاخر هو مش المفروض او مش الواجب ان احنا نشوف نتيجه التغيير اصلا. احنا بنعمل عشان في الاخر انا وانت هنموت، فهطلع لربنا اقول له والله انا قضيت 10 سنين من عمري، 15 20 سنه، يوم، ساعه، ايا كان، وانا بقول للناس ان الراجل ده مجرم، وان البلد رايحه في 60 داهيه، وانتوا لازم تتحركوا، وانتوا لازم تعملوا حاجه، لازم تفهموا حقيقته. طيب مت وانا بعمل الكلام ده، هطلع اقول لربنا انا مت على ده، مش ان هم الناس يستاهلوا وانا فقدت الامل. برضو دي مش مزايده عليكم، انتوا على العين والراس، انتوا جوه مصر، كتر الف خيركم على اللي انتوا شايفينه وعلى اللي انتوا عايشينه. لكن هي بس مجرد تذكره يعني ليك ابو محمد وليا والناس كتير جدا. معانا ابراهيم من مصر، اهلا بيك ابراهيم. ابراهيم ابو صلاح من ايطاليا، اهلا بيك ابو صلاح. دكتور اسامة، اهلا بيك ابو صلاح، اتفضل. انا شايفك يا دكتور اسامة انك انت منحد شويه على كل اللي بيقول لك إن إن, ان 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 الشعب المصري يستاهل الكلام ده. انتوا خلاص النهارده كلكم شايفين الشعب المصري يستاهل؟ لا انا هقول لحضرتك ايه من القران، ايه من كتاب رب العالمين. اتفضل. وحددها انت. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. يعني المجرمين اللي انت اللي احنا بنقول عليهم دول، ها؟ ربنا مش هينزل لهم عذاب او عقاب لهم هم واحنا دون هذا. يا دكتور اسامه، الدم اللي سال على الارض ده الشعب المصري هو السبب فيه. اذا كان السيسي او عصابته او المجرمين بتوع الشرطه او القضاء او كل من طبل وكل من نافق وكل من هو على شكيله هؤلاء الناس، ها؟ مصر محتله من القوات المسلحه او من المؤسسه العسكريه، ها؟ من 52، من يومين الزعيم اللي هو زعيم فيها ان شاء الله زي ما بيقولوا العلماء وزي ما بيقولوا الناس الصالحين، ها؟ مصر محتله. النهارده انا بدي افهم حاجه، الشعب المصري منتظر يا دكتور اسامه بالرجوع الى الله، بالرجوع الى الله سوف يترجع مصر كما يريد الله سبحانه وتعالى. لكن احنا النهارده الناس في مصر هو معلش يا ابراهيم، معلش يا ابراهيم، هو من الرجوع الى الله ابو صلاح، انا اسف، هو من الرجوع الى الله ان انت تقول للناس انتوا السبب، وانك تقول للناس انتوا تستاهلوا. انا ما بقولش، انا قلت لك ايه من كتاب رب العالمين. لا ما انا بسالك سؤال السبب. بس معلش، انت بتقول لي الحل في الرجوع الى الله، فانا بناقشك، هل الرجوع الى الله من بنوده انك تقول للناس انتوا السبب وانتوا تستاهلوا الفقر والجوع والظلم؟ انا ما قلتش يا دكتور اسامه انت بتقول لي، انا ما بقولش انت بتقول، ما انا بتناقش معاك بس، مش بقول انت اللي بتقول، انا بسالك. لا طبعا. طيب بس انا مقصر في حق ربي بنسبه 100%. كويس. انا هتكلم عن نفسي، ها؟ ماشي. يعني هل انا كراجل عايش في اوروبا بقالي 30 سنه، ها، عايش في اوروبا، انا كل ما ارجع بلدي اقول هنرجع لها بقت كويسه، بنرجع لها للأسوأ؟ طيب ادي ده اللي انا اقدر اقوله بس. انا بشكرك ابو صلاح جدا، بشكرك جدا، وارجو ان احنا نتجاوز قصه الشعب يستاهل او لا، ونرجع لموضوع الحلقه بعد اذنكم. انا اسف يا امبابي، انا عارف انك موجود من الاول، وانا حقك عليا، انا نسيت يعني ورحت المتصلين تانيين. اتفضل يا امبابي لو لسه معانا. انت زعلان مني ولا حاجه؟ لا والله خالص، انا معلش انا عديت الاسم والله، فانا حقك عليا، اتفضل. لا والله انا فكرت انت زعلان من المكالمه اللي فاتت بقى لها 10 ايام. لا وعلى حول بصراحه، فانا افتكرتك زعلان مني ولا حاجه. خالص يا امبابي، انت صديق عزيز للبرنامج يعني، اتفضل. الله يخليك يا دكتور، الله يخليك والله، انت وحشني والله العظيم. ربنا يخليك. وانا يعني الحمد لله انا دخلت يعني الموضوع دوت يعني سبب النهارده موضوع اللي انت بتتكلم فيه بتاع الفراخ وكده. والله انا زوجتي النهارده كانت لسه يعني كان عندي هزومه بتاع اختي بتاع، فراحت ما قدرتش تجيب غير الدبابيس، لقيتها ب 2 جنيه الكيلو، فحاجه يعني صعبه جدا. انا يعني مش عارف واسعار يعني، انا موضوع الفراخ دي ما بناكلهاش الا يعني الطرق القصوى يعني، اما اكون يعني عمليه الحمد لله متيسره شويه، انما والله حتى الوراك ما لقيتها غاليه جدا، فتخيل الدبابيس. وبالنسبه كمان النقطه اللي انت بتتكلم فيها اللي هي بتاعت اللي هي الهياكل دي، ما هيش موجوده، الناس مش لاقياها،
كمان احيانا في بعض الناس بتروح ما بتلاقيهاش ومش عارف ب 38 ولا ب 40. زوجتي دلوقتي لسه بتقول لي ب 40 باين ولا كام، فانا ما اعرفش، ما حاجه غريبه جدا والله. وبعدين النقطه والله انا عايز اتكلم فيها كمان، يعني انا مش عارف يعني هل اللي ابو محمد وغيره وغيره دول مش من المصريين يا دكتور؟ يعني دول مش مصريين برضو من الشعب المصري ومن الناس اللي موجوده؟ انا واحد من ضمن الناس، كل الدعوات اللي كانت بيقولوا عليها كنت بنزل. هل معنى كده ان انزل او اخر حاجه كانت 11 انزل وما لقيتش حد؟ معنى كده ان انا بقعد مع بعض اصحابي بيقولوا لي نفس الكلمه ديت، اقول لهم يا جماعه لا، زي يعني هو الشعب المصري. وبعدين هم في يناير، في 25 يناير لما كان مثلا الناس قعدت ومشت وخلاص ولقوا الدنيا وضحك علينا، هل معنى كده ان احنا مثلا هنقول بتوع يناير يستاهلوا؟ هل مثلا لما جم بقى الناس اللي نزلت في هنا في الثوره الثانيه اللي بيقولوا عليها الثوره دي وضحك على الناس الشعب غصب عنه، اما بيلاقوا هل ما نقول بقى المطبلاطيه والرقاصين والمطربين والمغنيين كل دول هم دول الشعب المصري؟ هم دول اللي يستاهلوا بقى، هم اللي جابوه واخوات الاكبار، هل مثلا معنى دول هم الشعب المصري؟ لا طبعا، انا وانت وداود وزي ما حضرتك قلت دول كلهم من الشعب المصري. يعني معنى كده ان الشعب المصري، فانا ارجو من الناس اللي بتتصل ما يقعدش ده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، ما احنا كلنا موجودين في مصر وانا عارفين الوضع ماشي ازاي، وناس غصب عنها وفي ناس خايفه وناس يعني كتر خيرهم عايشين بالعافيه بياكلوا بالعافيه بيشربوا بالعافيه وفي ناس مرميه في الشوارع وما فيش، يعني المفروض الناس تقعد شويه، مش كل واحد ماسك يطلع لك طب ما احنا كلنا من الشعب وكلنا مش من الشعب يا دكتور. صحيح كلامك امبابي وبشكرك عليه جدا، شكرا جزيلا. معنا أمة الله من مصر، اهلا بيكي. أمة الله معنا. طيب حسن من ايطاليا، اهلا بيكي حسن. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. مبدئيا كده الضيف اللي انت كان معاك على فكرة وهو بيتكلم معاك كان شايف نفسه، دي مبدئيا ماشي، اتفقنا كده؟ أنا ضيف. الضيف الدكتور الوالد يعني. على فكرة كان شايف نفسه وهو بيكلمك، خلاص؟ دي أول حاجة. شايف نفسه دي بتتفهم حلو ووحش؟ نعم؟ شايف نفسه دي بتتفهم حلو ووحش، أنت قصدك إيه؟ لا أنا قصدي الابن شايف، الأب شايف ابنه قدامه. طب وضح الله يخليك، اتفضل. لا لا يا دكتور، لا لا، أنت عارف أن الواحد نيته الحمد لله سليمة يعني. طيب اتفضل. وكل الناس اللي بيتصلوا بيك وفي البرنامج ده بالذات عارفين اللي هم يعني كلهم يعني عايزين مصر مختلفة. المهم يا سيدي، إحنا طبعا عندنا الإيمان ضعف. ماشي، ده بسبب التليفون، ده أول حاجة. تاني حاجة بسبب العشر سنين دول الجنيه بدأ هو المبدأ الأول عشان أحل مشكلة الشعب وغير الشعب كده يعني. ماشي. الجيب لما يفضى العقل بيشتغل، الجيب لما يتملى العقل بيبقى إيه، فاضي ولا في دماغه أي حاجة. تاني حاجة في دلوقتي وعي منكم، ربنا يقويكم، ومن كل قنوات اللي كلها بتعمل عملها خير دي. فهو الجيب كل ما يقل كل ما يفهمه، ده مبدئيا وهو الواقع. جاهل متعلم مثقف كله، واحنا فاهم وانا متابع البرنامج محمد نصر وحضرتك وكل كله متابعهم. النهاردة الطبقات العالية خلاص بدأوا، اللي هم اللي اسمهم العلمانيين بدأوا يزهقوا خلاص، بدليل نزلوا في الشارع كان لما راح يهدلهم بيوتهم الجناين وكلام من ده. فايه مبدئيا؟ فكل واحد جيبه كل ما يقل كل ما يفهم غصب عنه. دي انا مقتنع بيها بقالي اكتر من 33 سنة عشان الايمان ضعف. الدليل التليفون اللي طلع بكاميرا، ادي واحد. اتنين العشر سنين، اقسم بالله يا دكتور بيجي عيال شباب صغيرين 15-18 سنة لا يفقهوا شيء. التفتيع وال يعني استغفر الله العظيم، مفيش مبادئ، مفيش خالص، وتهريج ويعني شكل شبه ايه مش عارف اوصفها على شبابنا. انا راجل 60 سنه، فايه مبدئيه واحده واحده، خليكم ربنا يقويكم. وكل اللي يقول عندنا جهل يا دكتور اسامه فخدوا بالراحه وفهموا، برافو عليك كده، عشان عندنا جهل. الجهل ده لازم يتنزع. انا اول ما جيت هنا ايطاليا واحده واحده زرعتي دي اللي زرعتها في مصر واحده واحده طلعت مني، بقيت اخد الحلو من هنا. الموضه والحاجات دي ماليش دعوه بيها، عندهم حاجات حلوه كتير في اوروبا
عندنا لا عند بص يا دكتور اقولها لك يا دكتور اسامه ويا ريت تحللها لي. اتفضل. الصح في اوروبا غلط في الدول العربيه مش في مصر بس. والغلط في الدول العربيه صح في اوروبا. ايه رايك في الجمله دي يا دكتور؟ لا دي محتاجه حلقه دي نتكلم فيها براحتنا يا حسن. بس انا بشكرك بس جدا كده. والله شكرا جزيلا. شكرا لله. مع الف سلامه. قيمه جدا. بشكرك حسن من ايطاليا. بشكرك على كلامك يعني في حق الوالد في الاول. محمود من جنوب افريقيا اهلا بيك. أهلا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي ليك وضيوفك الكرام. أنا يمكن لأول مرة أشترك معاك بس شرف كبير إن إحنا نتكلم في قنوات صادقة. بعد 10 سنين عرفنا من الصادق ومن الكاذب. وحل مصر الوحيد من النجاة اللي إحنا فيها من الخراب دوت هو خروج الإخوان صراحة من السجون وإدارة شؤون الدولة. لا مفر. وإن جانا مال قارون المال لما يكون كتير مع ناس سفهاء ومش متعلمين مالوش اي لازمه. طب ما ممكن حد يقول لك يا محمود ممكن حد يقول لك يعني ما يقول لي قلوه. لا لا ثانيه واحده بس ما يقول لي قلوه. الاخوان صدقوا في كل أنا شيء لسه قالوا. انا لسه ما كذبوش وهاتوا كل اللي قالوه. انا لسه ما سالتش كل حدين عشان ايه نحل الموضوع من الاخر. يا محمود استنى بس انا لسه ما سالتكش. ممكن حد يقول لك يا عم اخوان انت عايزهم يخرجوا يديروا ما هم اداروا سنه وما شفناش حاجه كويسه. ايه رايك؟ لا شفنا كويس ده كله ده كذب ونفاق. شفنا كويس. الرئيس الشهيد محمد مرسي وفر في الميزانية 20 مليار دولار وبدأ ينتج قمح وبدأ يصنع وبدأ في حريات من يوم ما العسكر مسكونه وإحنا في القاع وإحنا نستاهل لأن إحنا اللي مقويينه. والظلم اللي فينا دوت والعذاب دوت ربنا مسلطه علينا لأن إحنا راضيين بكده. فالجزاء من جنس العمل. بس إحنا عايزين الحل الجذري. إحنا لازم نقول إحنا حلولنا إحنا الثورة نقول حلولنا إيه اللي ينقذ مصر الآن. انت مصر دلوقتي بتصدر كهرباء لاوروبا ما يعادل 15% من الانتاج. السد العالي بينتج 12% من انتاج مصر. ليه ما نوقفش كهربه السد العالي ونستغل بحيره ناصر من الاطراف ونزل عليها 3 مليون فدان فورا الان مش بعد شهرين. احنا لنا صدر كهرباء ده حل جذري ننتج الصبح. جميل. الكميه اللي السد العالي بيوفرها لنا 12% من انتاج كهرباء هو بيصدر 15%. لا نوقفه. حل تاني جذري لازم نوظف مليون واحد في الزباله في نظافه الشوارع. المليون دولار هيدخلوا مصر 10 مليار في السنه وياخدوا 2 مليار مرتبات. انت جاي بتجيب فلوس من البلد بدل القروض اللي بتجيبها من بره واللي بتصرفها كلها على مشاريع كلها هايفه كلها طبه واسمنت وطوب ومفيش حاجه منها بتنتج مفيش جنيه بيجي منها. نشكرك جدا يا محمود وسعيد انك موجود معنا لاول مره. ان شاء الله تكون يعني من المتصلين الدائمين معنا في البرنامج. معنا فتحيه من مصر اهلا بيكي. اهلا دكتور اسامه. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا عايزه افهم الناس اللي عمالين يتصلوا ويقولوا الشعب يستاهل الشعب يستاهل. هو الشعب كان اختار السيسي. يا ناس انتوا ناسين ليه ان كانت اللجان فاضيه ما كانش حد بينتخبه. مين اللي جابه وزير دفاع اساسا؟ احنا ما كناش نعرفه خالص قبل ما يجيبه الدكتور مرسي رئيس. مين اللي جابه؟ مين اللي كان في الميدان بيكتف يا مشير انت الامير؟ مين؟ مين اللي كان بيشوش على الناس اللي كانت حاطه اغاني وطنيه؟ مين؟ حرام كده حرام. بناء على اللي بيقولوا الشعب يستاهل ممكن ناس ثانيه تقول يبقى الاخوان يستاهلوا عشان الاخوان هم اللي جابوه. مش كده حرام حرام. انتوا المفروض الناس اللي بتقول الشعب يستاهل دي هم اللي اعتذروا للشعب. وانت ايه رايك يا دكتور اسامه؟ انا عارفه انك انت حقاني. طيب انا هناقش حضرتك من وجهه نظرهم زي ما بناقشهم من وجهه النظر الثانيه. لا الحقيقه حاجه فتحيه هم شايفين انه الناس اللي سكتت على الانقلاب العسكري في 3 يوليو، الناس اللي سكتت على الدم اللي سال في رابعه واللي بعدها، الناس اللي سكتت على الراجل لما راح تنازل عن تيرانو صنافير وميه النيل وبدا يغلي الاسعار يوم ورا الثاني، الناس دول هم شايفين ان هم يستاهلوا. هكمل لك بس هكمل لك. ثانية واحدة بس يا أستاذة فتحية. يا ستي خلاص الإخوان اللي جابوه والرئيس الله يرحمه محمد مرسي اللي جابه تمام. بعدين بقى الناس بقى اللي عايشة معاه بقى لها 10 سنين دي هتفضل تقول أصل الإخوان اللي جابوه ولا المفروض كانوا يتحركوا ضده؟ دي وجهة النظر اللي الناس بتقولها. بيقولوا إنه لا يا جماعة ما أنتوا اللي سكتوا عليه وأنتوا اللي جبتوه فأنتوا تستاهلوا. أنت إيه رأيك؟ إيه ردك على النقطة دي؟ لا طبعا أنت عارفين إن المصريين
بيخوص من قريب. أنا 25 يناير لما النظام اتغير ضيعتوها علينا، الإخوان ضيعوها علينا. طب الإخوان بقى لهم 10 سنين في السجون يا مدام فتحية، عبد الفتاح السيسي اللي بيحكم. أنا بقول لك إحنا فضلنا 20 سنة منتظرين ثورة ضد حسني. حصلت الثورة. طيب. حصلت الثورة. طيب أهو. وجي الإخوان حكموا ومحمد مرسي جاب السيسي وزير دفاع. وبعدين السيسي عمل انقلاب من 10 سنين وسجن الراجل لحد ما مات الله يرحمه، وسجن الإخوان المسلمين كلهم، وطلع قال مع يوسف الحسيني من شهرين أنا قضيت على قواعد الإخوان. جميل قوي، يعني مفيش إخوان، الراجل بيحكم بقاله 10 سنين. الناس بقى شايفة إنه الناس اللي في الشعب المصري ساكتين على الراجل ده بقالهم 10 سنين يستاهلوا. انت ايه رايك في النقطه دي بعيدا عن الاخوان؟ مفيش اخوان خلاص، مش هيفضل المصريين مش هيفضلوا كتير ساكتين. اكيد اكيد احنا عارفين ان المصريين شعب يحب الاستقرار، بس في نقطه محدده بتوصل للذروه ما بيسكتش. جميل. كانت الفرصه دي في 25 يناير. مين طيب. اللي تكالب على السلطه؟ انا بشكرك يا استاذه فتحيه. انا بشكرك. الكلام اللي حضرتك بتقوليه دار فيه نقاشات طويله جدا، انا كنت جزء منها، وكنت بقعد مع أصدقاء ليا في 6 إبريل وفي حركات أخرى، الإخوان اللي غلطوا، مين اللي منزلش محمد محمود، مين اللي عمل. أعتقد إن ده كان حوار ممكن يحصل لحد 14/8/2013. بعد 14/8 أعتقد إن إحنا دخلنا منحنى آخر اسمه الدم، اسمه إن فيه 900 بني آدم بيتقتلوا قدام العالم. أنا كنت هناك، كنت موجود يا أستاذة فتحية، طبعا محترم وجهة نظرك ورأيك يعني، لكن سردية الإخوان اللي جابوه ما عادش في إخوان بقالهم 10 سنين. في عبد الفتاح السيسي اللي بيحكم، في إخوان في السجون أو في القبور أو في المنافي. فإحنا تجاوزنا مرحلة مين اللي جابه، تجاوزنا المرحلة دي، بقينا دلوقتي في مرحلة بقالنا 10 سنين الراجل ده بيخرب في البلد وبيدمر فيها قطاع قطاع ومستعبد شعبها. فهنا النقطة، الناس بتقول الناس اللي سكت عليه يستاهلوا، أنا بقول لهم لا ما يستاهلوش، لأنه المفروض نكلمهم، المفروض نتعامل معاهم. حضرتك ما رديتيش على النقطه دي، حضرتك شايفه انه لا يا جماعه الموضوع ابعد من كده، انتوا اللي جبتوا الاخوان فكده الاخوان يستاهلوا. فالحقيقه لو دخلنا في القصه دي هنرجع لخلافات الدستور اولا والبرلمان اولا بتاعه 2011، ولو في فرصه في رحيل عبد الفتاح السيسي زي ما حضرتك بتقولي المصريين مش هيفضلوا كتير ساكتين، فهي هتروح لو دخلنا في الجدليه دي. معانا ام شريف من مصر، اهلا بيك يا دكتور وسام. اهلا وسهلا، زي حضرتك؟ الحمد لله بخير. أنا بشكر الأول فريق الإعداد اللي معاك، ناس محترمين ربنا يكرمهم. أشكرك. حضرتك كلمت بتتكلم على الفراخ، ماشي؟ أولاً كيلو الفراخ وصل عندنا 80 جنيه. دي أول حاجة. تاني حاجة بقى، أنت بتفكرنا بالزمن الجميل بتاع الفراخ. الفراخ دلوقتي الفرخة بقت حلم أي حد، أي ناس فقراء. حلمهم الوحيد انهم يدخلوا فرخة عندهم في بيتهم. زمان كانوا بيقولوا مصر ما فيش حد فيها بينام من غير عشاء، دلوقتي بننام من غير عشاء ومن غير غدا يا دكتور أسامة. ممكن ارد على الأستاذة فتحية اللي كانت بتكلم حضرتك؟ تفضلي بس باختصار لان وقت الحلقة خلص، تفضلي. طب يا دكتور أسامة انا بقول لها يا ستي فتحية، الاخوان دفعوا الثمن غالي، دي حاجة. تاني حاجة، ليه انت ما طلعتيش شفت اللي كانوا بيرقصوا على دم الشباب وهي مرمية في رابعة والدم يسيل على الأرض وبقولوا تسلم الأيادي؟ حرام، انت عندك شباب وانا عندي شباب، احنا دلوقتي كلنا. بشكر جدا ام شريف من مصر، وبشكر مدام فتحيه، وبعتذر جدا لاحمد من انجلترا وايمن من مصر، لكن وقت الحلقه انتهى. ان شاء الله بكره تكونوا موجودين معانا، وشكرا لكل اللي شاركونا على مدار الحلقه في الاتصالات والرسائل ايضا. نشوفكم بكره 7 بتوقيت القاهره. صباح الخير.